الله، بسم الله ما شاء الله، حاجة تفرح. مساء الخير. الحقيقة بما اننا في عيد فللأسف مفيش تصوير، مش عارف ليه، مش عارف ايه علاقة العيد بان مفيش تصوير. طب تعمل ايه يا بيومي وانت متعود دايما الحمد لله رب العالمين يعني انك تصور؟ اوب، قلت اروح بيتي البيت الكبير، قلت اروح لقناة النادي الاهلي الجميلة اشوف التجديد الجميل. كلمت الكابتن هاني رمزي ما ردش عليا، كلمت الاستاذة سهام ما ردتش عليا. طب اعمل ايه؟ ايأس، اروح. انا كده روحت، انا في بيتي البيت الكبير. بس للاسف الشديد لا كابتن هاني موجود ولا الاستاذة سهام موجودة. اطلع لي فاصل يا ابني لغاية ما نشوف الناس دي اتأخرت ليه. مش فاهمة يعني ناخد بريك دقيقتين نرجع نلاقيه بقى مذيع، يعني مش عارفين نلاحق على ايه ولا على ايه الحقيقة، معرفش يعني. لا وبعدين انا مش فاهمة، ولا اتصلت بالكابتن هاني وما جاش، وانا اول واحد قايم بسلم. لا احنا كده مستقبلنا في خطر. ما ردتش. منورنا نورك يا فنان. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. والتيشيرت الاحمر. لا ده مش صدفة. لا خالص. مش كده؟ لا متعمد جدا. مش كده؟ طبعا. كل سنه وانت طيب. انت طيب. عامل ايه؟ الحمد لله مشرفنا، ربنا يخليكي. ايه رايك في البيت الكبير؟ ايه رايك في البيت الكبير؟ يستحق الاسم البيت الكبير فعلا. فعلا ما شاء الله، والتطور واضح جدا من اول الديكورات والشغل لغايه حضراتكم. التطور واضح. الله يخليك. انت عارفينك اهلاوي، يعني النادي الاهلي بيجري في دمك جدا، ويمكن وهنتكلم يعني طبعا كان لينا لقاء في روسيا ايام كاس العالم، فان شاء الله هنقول الكواليس بتاعتها، لكن احساسك وشعورك وانت يعني قناة الاهلي، شايف ان فعلا ان شاء الله على مستوى الاستوديو، وان شاء الله على مستوى المحتوى، ان شاء الله نكون مختلفين. عايز اقول لحضرتك ان الخناقه في البيت دلوقتي ان انا ما بحولش فعلا على قناة. لان انا لما حصل الموضوع بتاع الكورونا ده ربنا يخلصنا منها على خير، ومبقاش فيه دوري، مبقاش فيه كوره، ومفيش حاجات كده، عمال كل شويه على اليوتيوب اجيب بقى ماتشات الاهلي والزمالك، ماتشات الاهلي في افريقيا، ماتشات الاهلي وكذا. ما سبتش الاهلي كمان يعني الكورونا شغال، ما سبتش الاهلي كمان يعني خالص، عمال واتفرج. وبعدين بستمتع جدا على الماتشات القديمه اللي بتلاقيها على قناه الاهلي، واللقاءات اللي بتعملوها والحكايات اللي بتعملوها وكل التفاصيل والكواليس القديمه وكل الكلام ده، دي متعه. هي لما بلكت يومين علشان بنقول ان احنا بنستعد للانطلاقه الجديده، الناس فضلت تقول لك عايزين نتفرج على الماتشات، انتوا قفلتوا ليه كده؟ مش يعني، فكان لازم اللي هو الفتره دي جاب القليله دي عشان ترجع بقى بالزبط. تشوف التطوير اللي حصل ده بالزبط. فانت مشرفنا النهارده بجد، ويمكن اول فنان يشرفنا في البيت الحقيقه، اول فنان في البيت الكبير ده. ده حقيقي، ومش اي فنان بصراحة، ده فنان كبير وعاشق للاهلي وعاشق للفنانه الحمراء. وانا سمعت لك حاجات كتير قوي 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 بتتكلم فيها عن الاهلي بطريقه، مش بس واحد بيشجع هاني، مش بس مشجع، لا انت يعني ده من قلبك قوي، موضوع من قلب فنان بيومي فؤاد من جوه. انا يعني من لما كنت طفل صغير، لما كان بعد شر يعني الاهلي يتعادل والمفروض ما يتعادلش، الاهلي يتغلب والكلام ده، والله لا بنتغدى ولا بنتعشى وعياط والكلام ده. من بعد ما كبرت بقت مراتي تبعد عني تماما لما يحصل حاجه في الحاجات ديت، لدرجه اني لما ازعلها في حاجه تقول لي ما بلاش هدع على الاهلي، ماتش الاهلي قرب، انا اهلاويه بس ما بلاش والله ما اعرفش كذا، والله اقسم بالله يعني كلها خدها بجد بقى يعني جدا الموضوع كان بجد جدا. وامي رحمه الله عليها، الله يرحمها، انا واخويا الصغير اهلاويه واخويا الكبير زملكاوي، فكانت دايما تدعي ربنا في ماتشات الاهلي والزمالك ان الاهلي يكسب، واخويا الكبير قاعد جنبها، لانه العائل هو العائل،
انما احنا المتخلفين احنا الصغيرين اللي هنعيط ومش هنتغدى واليوم هيبقى زي الزفت ومحدش يجي ناحيتنا وحاجات كتيره كده. فكانت تقعد تدعي ربنا يا رب انصر الاهل يا رب يا حبيبتي طول ما هي قاعده والله العظيم عشان عشان الولاد الصغيرين. اه بالظبط. طب الحب ده جه منين؟ حب الاهلي ده جه منين؟ ما في حاجات كتير كده جدا زي ما بتقولي يعني ما تعرف لهاش سبب. حب بيجري في الدم زي ما بيتقال. قاعدين من وانا طفل صغير وكنت بتفرج على ماتش ما كانش ساعتها بقى لا اعرف ميول ابويا ايه ولا اخويا ايه لان في ناس كتير قوي بتطلع لاهلها. يعني انا اطلع زملكاوي عشان ابويا زملكاوي انا اطلع اهلاوي لان ابويا اهلاوي ولا الكلام ده يعني. لكن ما كانش لسه في ميول خالص ولا ابويا بيكلمنا في كوره ولا في اي حاجه من الحاجات دهيت. وكنت دايما بحب اتفرج على الماتشات وانا عيل صغير كنا بنلعب في الشارع كنت لعيب جدا. سيبك بقى من المنظر اللي انا فيه دلوقتي. كنت بتلعب ايه؟ كرة قدم. انا فاهمه. لا كنت بتلعب مركز ايه؟ لا في الشارع مفيش مراكز بقى هاني يقول لك في الشارع كله بيجري في كل حته يعني. لا مفيش مشكله. الموضوع عامل ازاي يعني؟ بالظبط. وكانوا بيتخانقوا لما يجي الكبار بقى عشان انتوا هتمشوا لا يعملوا التقسيمه. كان يجي مثلا حد يقول لك ايه وخدت بيومي يقول لك لا ما انت خدت اشرف سيبري بيومي. هم بيقسموها كده فعلا. ما انت خدت فلان لان ده لعيب مثلا هو كمان ما تاخدش الاثنين دول وتسيب والاثنين ما اعرفش كذا. وكنا بنلعب في الشارع في الزمالك وكنا بنروح مركز شباب الجزيره كل يوم جمعه ونقعد نلعب من الصبح لغايه بعد صلاه الجمعه بشويه لغايه الساعه 3 مثلا الكلام دوت بنتقتل يعني. وما انساش مره رحت لعبت في المنصوره سافرنا خدنا قطر والكلام ده ورحنا اللاعب ناس بقى اللي هم صحابك فين يعني صحابك في الحته لا ولا لا كان في حد معانا جاردا في الزمالك اخوه متجوز من المنصوره فراح هناك فبيتكلموا ما عندكمش فرقه تلعب ومش عارف بتاع ايه فراح جاي مسخنا وقال لك العيال هناك بيجروا جاي. ايوه الفرقه دي انت عاملها ازاي ولا مع مين يعني الفرقه بتاعتنا بتاعت الحته. ايوه ده انا بتكلم عليه. ولاد الحته. ولاد الحته. تمام. كنا بنروح نلعب هناك وكان في ارض في الزمالك قبل ابو الفدا بشويه كنا مسمينها ارض الصين عشان عند سفاره الصين فاضيه كنا مسمينها ارض الصين فاضيه وبنعمل الاجوان وكل الكلام ده وبتاع وكل شويه الشرطه تجري ورانا عشان السفاره بتشتكي ولا الكلام ده ولا مش عارف ايه. انا عايز اقول لك ان الابواب بتاع مدارس بورسعيد رغم ان البابين كده مش في وش بعض لا البابين كده كده كان ده باب بتاع فرقه وده باب بتاع فرقه واللعب كان بيبقى كده. ده انتوا بتلعبوش ده الملعب مش غريب مش لاقيين ايه الملعب اليوتيرن كان الباب بتاع مدرسه بورسعيد ده هنا في شارع احمد حشمت والباب الثاني هنا اهو فهنا فرقه وهنا فرقه وهنا لا هي بالظبط 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 هنا فرقه وهنا فرقه بالظبط هنا في حارس مرمى وفي هنا حارس مرمى والله العظيم ثلاثه. والباب دوت فضل نلعب عليه سنين وهم ابناء يوم الجمعه ويوم السبت لما يبقوا اجازه وهيتجننوا الباب ده بيبوظ ليه الحديد بتاعه ده هيعمل كده على زبينه القميص كويس كويس بتعمل كده والكلام ده بس ده كان ساعتها حضرتك عندك كام سنه تقريبا لغايه سن 12 13 سنه وبيحصل الموضوع دوت. بعد 13 سنه بدانا نكبر فبدانا نروح مركز شباب الجزيره وبدانا نسافر بقى المنصوره ان احنا نلعب كوره بدات بقى حتت والكلام ده خلاص احتراف بقى داخلي شويه وساعات بيحصل مراهنات ما بين الفرقه والكلام دورات ده مش عارف دورات رمضان كانت مشهوره دورات رمضان بقى يا نهار ابيض اديني بقى واحده واحده من الدورات دورات رمضان كانت مدرسه التربيه القوميه الثانويه 5 شارع احمد حشمت اللي انا كنت طالب فيها بيتعمل فيها دوره رمضانيه وكانت مدرسه ابو الفدا الاعداديه في ابو الفدا مدرسه حكوميه بيتعمل فيها دوره رمضانيه تمام. وكنا نروح نلعب برضه في البتاع اول من بعد صلاه العشاء مباشره لغايه طبعا في رمضان لغايه السحور وساعات نكتشف واحنا قاعدين بنلعب من الفجر جدا علينا لحقنا لا سحور ولا لحقنا اي حاجه في الدنيا بس اللعب ساعات كتير جدا كنا عيال صغيره بقى نسلي صيامنا باللعب بتبقى قبل الفطار بساعه بالظبط اللي هو يعني على الساعه 5 كده يبدا تلعب وبعدين تروح على البيت على الاكل بس هاني ساعات كتير جدا حتى لو قبل لما بيجي رمضان في الشتاء ما بنبقاش عطشانين قوي بالظبط فكنا بنروح نلعب حتى لو الساعه 2 3 ولا الكلام ده اللي في الشتاء نقضيها بقى نلعب بقى ينزلونا واقفين جون بجد هاني رد جون عشان ما قالوا لك تعالى بقى انت كده كده مش صايم اقف جون ده مش عايزين يجرونا. طب سؤال بصراحه انت فكرت ان انت في يعني في يوم من الايام تروح تقدم في اختبارات النادي الاهلي؟ حصل ده كان عندك كام سنه ساعتك برضو؟ كان عندي يمكن 11 12 طب وايه اللي حصل؟ حاجه كده لقيت الدنيا زحمه جدا قدام النادي جدا تمام ماشي وانا اهلي
يعني مش هعرف اروح لمكان تاني. ما رحتش عملت اختبارات في اي نادي تاني؟ لا كنت رايح لده بس. تمام. بس فسالت حد على الباب فقال لي ايه ده لسه قدامه يجي 10 ايام ولا حاجه تقريبا كان بيشتغلنا عشان امشي واعتقد هو كان اخر يوم ولا حاجه ولما ابويا عرف طبعا رن لي علقه تمام. ليه بقى؟ ومن اللي عشان مش عاوزنا راح. مفيش اب بس كان عنده موهبه والحب ده كان باين عليه الشغف ده كان باين يعني من الطفوله. زمان الكوره دي تقول لك يا عم لا دراستك إيه؟ ومدرستك طيب وبعدين فضلت انا بقى في اللعب ومتابع بقى مفيش ماتش من الماتشات ابدا فاتني في الاهل ولا الكلام ده. انا عايز اقول لحضرتك ان انا كنت ساعات كتير جدا بسافر ورا الفرقه الاهلي راح يلعب المحله فنروح المحله الاهلي بيلعب في المنصوره فنروح المنصوره. ومن زمن كان في فتره كده في اواخر الثمانينات ولا حاجه كانت الماتشات اللي في المحافظات ما بتتذاعش فلهوي الماتش ما بيتذاعش كنا بنستنى فهم عمر الاذاعه الكبير عشان يا سلام عشان نسمع التحليل بتاعه الماتش والفرق الثانيه عملت ايه. لما مثلا مستني ان الاهلي لول الزمالك بينافسوا على الترتيب الجدول او الاسماعيلي او الكلام ده نشوف فريقته مميزه جدا. ابويا كان بيصحى من النوم لما اعرف ان الاسماعيلي اتغلب وهو كان هيكسب هو لو كان كسب كان ما اعرفش بتاع بهلل ان انا عرفت ان الاسماعيلي مش عارف ايه كان بيقوم وبرضه اخد على الايه والله. طيب انا شايف الشخصيه ديت وهي بتتفرج على الكوره شخصيه محتاجه انها تكون لوحدها ما اعرفش ليه ويمكن انا غلط يعني انا شايف اللي هو مستني النادي الاهلي ولو اي نتيجه لو تعادل حاجه بتزعل. كنت بتتفرج على الماتشات ازاي يعني لوحدك ما حدش يكلمني ولا وسط مجموعه ولا على القهوه ولا مع اصحابك كنت بتتفرج على الماتشات ازاي؟ لا ما بحبش اتفرج على الماتش لوحدي بس هم كلهم عارفين ان ما حدش يضايقه في الحاجات ديت. لما كبرت عقلت فلما الاهلي يعني محدش ده يعني محدش بقى في الاهلي محدش يكلمه محدش يجي جنبه في الموضوع ده بيبقى تشله ولا الكلام ده وبنبقى ملتزمين الصمت لغايه الماتش ما ينتهي ولا الكلام ده. وانا دايما متعود واعتقد ان الاهلي كده اصلا احنا ما بنفرحش الا في الاخر وبنحترم كل الناس وبنحترم كل الفرقه ونحترم كل حاجه ونفرحش الا في الاخر يعني ما افرحش وانا فاضل لي مثلا خمس ست دقائق لا يحصل معرفش مين الا في الاخر اللي بنقوم نهلل ونحصل الحواديت ده على اعصاب. فانا كنت بحب اتفرج مع اصحابي تمام ومن بعد بقى ما كبرت ودخلت في الوسط الفني كمان يعني عندك مثلا هشام ماجد وشيكو زملكاويه فمره عزموني على ماتش اهلي وزمالك والحظ دوت ان الزمالك هو اللي كسب الاهلي ساعتها بضربات الجزاء بتاع السوبر رد فعل بقى رد فعل طبعا انا مولع زي ما بيتقال يعني بس مبتسم في وسط الناس خلاص لدرجه ان هم تقريبا كمان كنا بنتفرج انا مش فاكر اسمه راحوا لواحد صاحبهم عضو مجلس اداره الزمالك عضو مجلس اداره النادي اوكي خلاص مش فاكر اسمه يعني وقاعدين بنتفرج في فيلته والزمالك وضربات الجزاء والكلام ده وبتاع وماتش السوبر والزمالك كسب وقعدوا يعملوا فيديوهات وهما بيكدوني وبيزوني والكلام ده شيكو وهشام ماجد وحاجات كده انا وفهمي الاهلاويه يعني فهمي من الثلاثي هو الاهلاويه. طب احنا دلوقتي معانا فنان زملكاوي الفنان احمد فتحي اهلا بيك يا استاذ احمد بيوكي بس ده زملكاوي لطيف جدا يعني زملكاوي علاقه بقى الزمالك والاهلي بين نجوم الفن اخبارها ايه يا احمد؟ ابيومي يا حبيبي سامعني ولا ايه؟ انا سامعك مساء الخير يا احمد قالوا لي بيومي كل سنه وانت طيب هات قناه الاهلي هتشوفني احمد مساء الخير عليك عارف بدات تعرفني استعنت بالمدام عشان انا ما بعرفش اشغل عندنا التلفزيون مساء الخير عاملين ايه كل سنه طيبين الحمد لله وانت طيب يا رب انت طيب كل سنه وانت طيب عيد سعيد عليك و الله يخليك كابتن معانا طبعا النجم الكبير و لسه بنجيب في سيره ماتشات الاهلي والزمالك والزمالك يكسب والاهلي يكسب سمعت اخر حته بس انت مش الزملكاوي مش متعصب برضو يا احمد لا ما الدكتور منعني بقى من زمان لا بص هو اللي بيحبوا الاهلي والزمالك خلاص هو خلاص هو الحب ده اتكتب يعني ما مش ملناش في على راي عمنا يعني الابنودي الخال قال لك في ذكوره حاميه وذكوره هاديه انا من الذكوره الهاديه ايوه بالظبط اصحابي يتخانقوا بقى ويكسروا التلفزيون انا غلبان ماليش دعوه في ناس فعلا بتوصل معاها لدرجه كده فعلا طبعا وبالذات كان زمان كابتن هاني يعني انا من جيل كنا نقعد ما كانش في عندنا فيسبوك ولا كده ونقعد بقى في الشارع بقى
واحنا فجر يا دم غلبناك وانت فجر كده يعني. ده حقيقي ده حقيقي حاجات وكده يعني. احمد اشتغلت اعمال كتيره جدا مع الفنان اللي منورنا النهارده، علاقتك بايه؟ ولما بتكون في ماتشات اهلي وزمالك بيبقى شكله ازاي؟ يعني انا عارف ومتوقع لما يكون في اهلي وزمالك الاهلاويه والزملكاويه بيبقى ليهم شكل معين كده قبل الماتش. انا اولا علاقتي ايه بيومي؟ اه يمكن حد كان لسه كنت بقول لحد الوحيد اللي جوه الوسط وبره الوسط اللي بتصل بيه انا بيومي. احنا اصحاب بشكل كبير حتى على المستوى العائلي واولاده وكده والدنيا، احنا اصحاب جدا يعني. بس وطبعا بيومي هو مهتم وممكن يجي يقول لي انزل لي انا في الحته الفلانيه. لا بيومي يقول لي ليه ايه ده في ماتش كذا، ما انا مش عارف حاجه، بنزل بقعد جنب بيومي وخلاص. مجرد قاعد بس ساكنين جنب بعض. بيومي راسي يعني، هو اهلاوي كبير بس هو هتلاقيه راسي يعني، الا لما حد ينكشه بقى. حد ينكشه بقى بتلاقي بيومي بقى. ايوه ايوه قول لنا بيومي كلها بقى. على زمان بقى يقول له فجر سنة 23 اما كسبنا كده. اه يعني ده كمان موسوعة تاريخية، مش بس يعني طبعاً. مش ما بتفرجش على الماتش، لا ده ممكن يجيب من 20 30 يتكلم حد مثلا. اه في نقاش حصل يقول له لا، عارف يا كابتن الناس الكبيرة المخضرمة دي في الكورة، هو بقى بيحب اصلا بيحب الاهلي فعلا يعني. بتتفرجوا على ماتشات اهلي وزمالك مع بعض؟ ما انا مش فاكر ده حصل ولا لا، بس احنا يعني ساعات هو المهتم وانا بروح بقعد مع بيومي كده، بس انا مش فاكر ده حصل ولا لا، مش فاكر بصراحه. لا شكلك مش متعصب خالص خالص. اه بجد خالص، ده انا على باب الله والله. ما انا قلت لك بقى والله يبقى انت طيب. اه اه والله الدكاتره قالوا لي انت صحتك تعبانه بلاش انت الطريق ده. اه ماشي يعني كده. لا نورتنا وشرفتنا يا احمد حبيبي. ربنا يخليك وبيومي حبيبي وحشني، وهكلمك بقى بعد ما تخلص ان شاء الله. رايك في التيشيرت الحمراء دي ايه رايك؟ انا مش شايف حاجه، انا معرفش اجيب القناه بس انا لا لازم تفتح القناه دلوقتي حالا او تتفرج على الاعاده يعني هيفاتك كتير. خلاص اوكي ان شاء الله. شكرا ليك نورتنا. شكرا كل سنه وانت طيب. نكمل موضوع حته الناشئين يعني، خلاص انت رحت وانا سمعت برضو يعني ان انت ما كنتش بتسيب حد وكان بتحب تتفرج على كمان التمرين وبتحب لعيبه بعينها طبعا. فقول لي نكمل الاول حته مرحله الاختبارات وبعدين نخش بقى مين اللي كنت بتحب تشوف يعني من اللاعبين في الجيل اللي فات. مرحله الاختبارات انتهت زي ما بقول لحضرتك كده عشان كل اهالينا اهم حاجه بالنسبه لهم مدرسه. يعني حتى التمثيل والكلام ده ومش عارف ايه، خلص كليتك خلص دراستك خد شهادتك خد شهادتك واعمل اللي انت عايزه في الحاجات. كل ابهاتنا كده، وده على فكره يعني ورثناه منهم يعني، كنا بنتعامل معاهم على انهم يعني والحاجات وبتاع وانتم مش فاهمين انتوا يعني. بس بتتعامل كده مع اولادك جدا جدا. نفس الحكايه يعني لل يعني 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 سنه شويه اقل شويه. اقل شويه ان الولد عاوز يروح يلعب في النادي، انه عاوز يروح معرفش كذا ومش عارف ايه احسن من اي حاجه تانية. غلط بدل ما يعمل حاجه غلط بس ماشي. رحت الاختبارات فعلا ايه اللي اتقال لك بقى يعني؟ قبل ما بقول لحضرتك من على الباب لقيت الدنيا زحمه جدا. ورجعت ما لحقتش. مره بقى كنت بلعب في مركز شباب الجزيره وكان في حد رحمه الله عليه، عرفت ان طرفه كنت بحبه جدا، اسمه كابتن محمد عثمان، اكيد تعرفه يا كابتن هاني، بتاع المقاولين العرب ناشئين. أيوة. مقاولين العرب كان بيختاروا ساعتها. فانا بنلعب بقى ويوم جمعه وبجري ومش عارف ايه وبتاع، وجبت جول حلو جدا وحاجات ومش عارف ايه. واحنا ساعات كنا الناس دي بتختار على اسس على اسس علميه مظبوطه. الناس ديت ما بتختارش عيل بيلعب باكورد مش عارف ازاي ولا يجري مش عارف ازاي. ليها عين، جسمه عامل ازاي، بيجري ازاي، صحته عامله ايه. ساعتها بنفتكر في الحاجات ديت اللي بيروح الاختبارات اللي بيجيب جون هو اللي بياخدوه يعني. ساعات كان بنلعب بس ليهم هم طريقه ثانيه. لا ليهم طريقه ثانيه خالص في الاختيارات. وساعات احنا بقى لما كنا نلعب لو انت رقصت الجون فتتمنظر خلاص وتقف وتعمل معرفش بتاع ده لو يمكن يتاخد. ده اعتقد حسابات ماري لو كنت بتمنظر يعني، ولو اتاخد لان عنده حسابات تانية كتير كويسه ان جسمه كويس او انه كذا وكذا بتاع يشد ودنه اول ما يخش. اوعى تعمل اللي احنا شفناك بتعمله دوت ولا الكلام ده خالص يعني. فانا ده لي طب كويس واسمك ايه؟ قلت له كذا. فقال لي انت عندك كام سنه كذا، انت بتدرس فين،
في كذا 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 بتاع. قال لي ابقى تعالى لي يوم السبت هنا الساعه فاكرها 3 العصر. طب حلو جدا لحد كده خايز. ماشي رحت وفضلت قاعد من الساعه 3 للساعه 5 تقريبا. كان غير الميعاد ما اعرفش ولا ايه. ساعتها ما كانش فيه موبايلات ولا خدت تليفونه والموضوع مش عارف ايه. عارف انت الشخص اللي يفضل يحوم حوالين المكان يعني مستني لغايه بس اني كبر بقى ولا بس انا فرحت قوي ان انا روحت يومها مزقطت انه حضرني من وسط. احنا كنا بنلعب ايه بقى في الملعب الكبير دوت كتير كتير بنلعب وكلام ده. ساعات كنا بنروح بركه شباب جزيره مش متفقين مع حد بس في ولاد معاهم كوره واحنا معانا كوره فده هما بيدوروا على الفرقه واحنا بندور على الفرقه فبنلعب. ده حقيقي كواليس بقى. مين اللعيب اللي كنت دايما تحب تتفرج عليه حتى في التمرين؟ يعني انت حضرت بتحضر تمرين الفرق يعني لما يكون في مباراه كبيره وفي تدريب في مش كتير حضرت كتير. مثلا مرتين ثلاثه وما انساش. يمكن انت هاني اصلا كمان سنك ما يلحقش ده. ماتش الكاس بتاع الاهلي والزمالك 4-2 لما كنا مغلوبين 2-1 كابتن محمود الخطيب نزل جاب التاني وبعدين جمال عبد الحميد جاب التالت وبعدين طاهر الشيخ جاب الرابع. كنت بتفرج عليه وانا في عابدين في بيتنا كنت صغير والله. الماتشات اللي قلبت والماتشات اللي انا فاكرها لغايه دلوقتي. ساعتها خرجنا من طبعا النادي الاهلي في الجزيره واحنا سكان الزمالك. خدنا الموضوع ده مشي من شارع المرعشلي لسكنتي في الزمالك لغايه انا بقى الشله والناس بالاحتفالات ما كانش في ساعتها كمان عربيات ماشيين كده بتاع معانا دف ومعانا طبله ومعانا معرفش مين ورحنا لقينا قدام النادي الاهلي ده الوف مؤلفه. ساعتها الاهلي فتح ابوابه لكل الجمهور دخلنا واحتفلنا مع اللعيبه فبقيت شايف طاهر الشيخ قريب مني. ايوه لسه جايب الجول. لسه جايب الجول دلوقتي. وشايف كابتن جمال عبد الحميد وشايف كابتن محمود الخطيب قريبين مش عارفين نطوله بس قريبين مننا. بالنسبه لكم اساطير بقى يعني نجوم كبار في السماء. يا على اول مره قابلت فيها كابتن محمود الخطيب في حياتي وانا صغير. كان عندك كم سنه كنت اقول يا كابتن؟ ساعتها عندي مثلا مش فاكر مثلا 10 سنين 11 سنه. وهو كان له حد صديق في الزمالك كان رايح له وكان بيركن عربيته وشفته كده وجها لوجه. ايه بقى عملت ايه؟ احكي لنا على اللقطه دي. كسفت بجد؟ ما رحتلوش؟ ده بكسف جدا بس انا عامل يعني هو مثلا مكان الكاميرا كده وانا عامل كده بس بس ولا بتتكلم ما كانش في موبايلات نقول له روح اتصور مثلا ولا في ما اعرفش كذا بتاع بحاول كده ولا كده. بس ولا جه على بالك تقول له انا بحبك جدا او تروح تسلم عليه وتقول انا سلمت عليه ما قلتلوش انا بعد ما كبرنا لدرجه ان انا كنت بشك انه مش هو مش مصدق ما ينفعش الخطيب اشوفه. ايوه يعني في دماغي كده شبه وبعدين هو والله العظيم هو والله هو والله هو ومنتهى الادب كده سامعه بيسال حد بصوت واطي كده على عنوان على كذا فقال له هنا وبعدين سمعت يا كابتن خلاص اتاكدت هو هتجنن. ايوه هو بس فحكايات بقى يعني بطولات النادي الاهلي اكيد عشت بطولات كتير للنادي الاهلي. دي طالعه من قلبك طبعا. طبعا ايه اكتر ماتش او اكتر بطوله حسيت ان قلت كده يعني من قلبك كده الحمد لله ان احنا خدنا البطوله. انا قعدت اعيط وصوتي راح وتعورت قعدت اعيط وصوتي راح وتعورت في جول ابو تريكه في الصفاقسي اللي في اخر ناس كتيره حصل لها الموقف ده غير طبيعي. مع احترامي الكامل لجون العمده في الكونفدراليه وجون العمده في منتخب مصر بالجزائر وكل الكلام ده. الجون بتاع ابو تريكه في الصفاقسي انا وانا كنت كبير ومن كام سنه 10 سنين اكتر شويه تقريبا اكتر من 10 سنين قبل الثوره. انا قعدت اعيط عياط واتعورت بان انا قمت خبطت والكلام ده. طبعا ما كانش هاممني بقى ان هم حتى لو هيتعادلوا لان هم كانوا كنا متعادلين احنا كمان في مصر ونلعب ضربات جزاء. بس سمعنا انهم اهانوا محمد ابو تريكه هناك كانوا راسمين صور
قبل الماتش قبل الماتش راسمين صور حركات استفزازيه يعني استفزازية في ان ربنا ينصرنا وان يجي جون ده في الوقت ده هم ما بيعرفوش يعوضوا. كان يا عمل ايه بقى احساسك بقى عمل انا قمت صوتي راح في منت من السريخ على الجون وعلى قد ما احنا كويسين ومهجومين ومش قادرين نجيب وخلص الماتش راح الماتش بينتهي الماتش خلاص خلص الماتش شكرا احنا عدينا 90 والراجل مدي 3 دقايق ولا 4 دقايق ولا الكلام ده وعدى منهم دقيقتين تقريبا وعدى منهم دقيقتين. طب وانت بتتفرج كنت حاسس ان الاهلي فعلا هيجيب جول يعني وانت بقى احساسك هو ده الاهلي لا بس احساسك بقى من جوه ان انت في اللحظه الاخيره عشان هي اصلا مش مره عشان نقول عشان يقول لك ايه هو ده الاهلي يقعدوا يتريقوا علينا لا هو ده الاهلي هو ده الاهلي وكل حد بيجي بيلعب في الاهلي عارف ان هو ده الاهلي لغايه اخر لحظه بيلعب في الملعب بيلعب في الملعب لا الامل كمان وانت بتتفرج في ناس وانت طبعا عارف الاحساس ده احساسك من جوه لا لسه حتى خلاص ما الموضوع أيوة ناقص نص دقيقة تحس لا لسه ساعات كتيرة جدا ما تحصلش ان ساعات فعلا ما بنجيبش جوان في الدقيقة 90 عارف يا استاذة سهام انا اسف اني قطعت حضرتك انا كممثل انا بتعامل دايما على ماتشات الاهلي لو اتغلب فيها بتعامل مع انه فيلم انتهى فجأة انتهى نهاية هبلة انا اسف انتهى نهاية مش منطقية مش طبيعيه خالص خالص حلوه الجمله دي جدا دائما وابدا الاهلي لو حصل واتغلب هيبقى بالنسبه لي فيلم انتهى نهايه غلط دي تتاخد كابشن على الفيديو دلوقتي زمايلنا في السوشيال ميديا دي حاجه فعلا صح انتهى نهايه غلط تحس ان لسه في حاجه لسه هتكمله لسه هنكمل الفوز ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى انا موافق طبعا انا ممكن اجيب جول والحكم يظلمني ويبقاش الجون يبقى جون صح ويديني ماشي اصدق ماشي لكن الكلام ده لكن زي كابتن هاني ما بيقول الجون هو اللي كنت بتتكلم عنه اللقطه الجون اهو اللقطه اهي شادي رفعها ايوه راح علق بقى عليه علق يا خرابي علق ايه علق ايه يعني شوف حتى جريته ده هيغمى عليه لا شايف كنت بتتفرج في البيت ها شايفين صديق لما طلع بعنف كده سوري بيبصق وحاجات كده من كم اللي كانوا شايفين محمد صديق في الاحتياطي شايف عملها ازاي؟ بص ده ما كنتش في الملعب صح؟ انت ما رحتش لا دخل هناك لا 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 بس انت في ماتش كنت بتحلل الاهلي بيت فيست تقريبا جنوب افريقيا كنت موجود وقلت برضه في كان هنا وقلت الاهلي برضه هيكسب في الاخر حصل كنا محتاجين نكسب 2-0 اعتقد والشوط الاول خلص 0-0 فبيسالني سمير كمونه وشادي محمد ده في الاستوديو بتاع سالوني في الاستوديو التحليلي هم ضحكوا عليا ونزلوني عليه ان اقول كلمه لقناه الاهلي وعارفين اهلاويتي يعني اتاري ده تحليل في الملعب وانا ما اعرفش فقعدنا الربع ساعه الكامله اللي ما بين الشوطين بيبقى ربع هاني مش كده ربع ساعه اللي ما بين الشوطين بيبقى تحليل في الملعب ففي سؤال بتساله في الاخر تفتكر الاهلي هيكسب النهارده فقلت الاهلي هو الفريق الوحيد القادر على تغيير النتيجه لغايه الدقيقه 90 حتى ده زعل اخرين وصالحتهم بكل حاجه يعني بس دي حقيقه يا جماعه وحجازي عملها اعتقد حجازي هو اللي جاب الجول ايوه بالظبط وحجازي عملها بالظبط واكم من ماتشات اكم من ماتشات من زمان من جيل بتاع زمان في الدقيقه يا راجل حد ينسى او ده برضو من حد ينسى جون علاء ميهوب في المصري في كاس مصر ده كان ايه 3-1 فكرني اصل انا كنت صغير 3-1 صح احنا مغلوبين 1-0 والماتش بينتهي لدرجه انه رحمه الله عليه الراجل الجميل الراجل العمل العظيم الحاج سيد متولي قام زرر الجاكيته بيجهز للكاس علاء ميهوب التعادل اللي يبدأ سرطان وجبنا جولين تاني لا فعلا ولا ماتشنا مع طلائع الجيش اصل هتعد الماتشات هتلاقي الماتشات اللي هي بطولات البطوله الكونفدراليه ماتش الدوري ده الكونفدراليه المباراه برضه اجمل حاجه حصلت في الماتش بتاع طلائع الجيش بيجري طبعا اجمل حاجه حصلت في طلائع الجيش ان الاهلي لما كسب طلائع الجيش كان لو اتعادل بس الاسماعيلي هياخد الدوري تمام فالاهلي لما كسب طلائع الجيش كان الاسماعيلي بيلعب ماتش فراحوا جايبين الصورتين
جايبين فعبد الله سعيد كان لسه بيلعب في الاسماعيلي فجايبين البتاع الصوت مايم مش بتاع فبيسال فقالوا له فعمل حته دي الرياكشن عبد الله اللي هو يا ليه لطين لا كسب برضه زي الاستاذ زي الاعلام الكبير عمرو اديب لما في مره برضه بيذيع حلقه والاهلي كسب الاهلي كسب وقعد يهلل بتهزروا بجد كسب لا ساعتها خلاص بعد الماتش ده الاهلي لعب الاسماعيلي وخد الدوري 1-0 فلافيو لا لا التاريخ هنا يعني أيوة. في اي حاجه التاريخ عملت ايه يوم ماتش الاهلي 6-1 برضو كواليسك ذكرياتك في ايه شوف ماتشات الاهلي والزمالك دي ليها اللي هو ايه ليها الطبق الليبلز ديني الحاجات وما اعرفش ايه والشاي والحاجات وحاجات كده فانا قاعد بتفرج على الماتش تمام الماتش ده رغم ان الاهلي كان متسيد المباراه زي ما يتقال يعني بس في لحظات راح وجه الماتش يعني بعد الزمالك ما جاب جوله تمام وليد صلاح عبد اللطيف ضيع كوره كانت هو جول واخد بالك حصل احباط للعيبه الزمالك يعني هو يعني انا مش هدافع بس الشوط الثاني اتخطف من الزمالك ولو كانوا بس عملوا حاجات او في غلطه في تغيير الله اعلم انا مش فاكر تغييراتهم كانت عامله ازاي بس هو كان ماتش كان ينفع النتيجة كانت تبقى أكتر من كده لدرجة إن الجبار اللي اسمه مانويل جوزيه قعد يزعق بعنف لإبراهيم سعيد لأنه طرد إبراهيم سعيد تسبب في إنه كان عاوز يخليها 7-1 لأنه عمل كده لما كان بيضرب في البرتغال. كسب فرقة 7-1 هو كان عاوزها 7-1 مش 6-1 وكان بمنتهى العنف بيعنف إبراهيم سعيد لأنه طرد كان عايزها تطبق يوم الماتش ده لا من الماتشات طبعا الجميله والماتشات اللي الكواليس عايز اعرف الكواليس بقى ده انا كنت بتفائل بحاجه يا فندم ايوه زمان كان دايما الماتشات اللي كانت بتتلعب بالنهار يجي اذان العصر يرجع الماتش الاهلي جايب جول حضرت الفتره دي انا حضرت الفتره دي انا كنت بتفائل بالموضوع ده بشكل كنت اقعد احلف وراهن اخواتي تمام وراهن اخواتي العصر الزمالكاوي والاهلاوي نقعد نستنى دايما دايما فالماتش بتاع 6-1 ما كانش موضوع العصر الموضوع ان عقبال ما اتنقل كان رضا شحاته جاب الجول اول جول الاهلي يعني انا فاكر انه الماتش بيبدا بينقلوا الماتش كان اصل رضا جابه في دقيقه 2 دقيقه 3 حاجه كده يعني او تاخروا 5 دقائق حاجه كده فمدحت شلبي بيقول قبل ما السيدات والساده 1-0 والاهلي جاب جول كتير جدا كان العصر ياذن وينقلوا بعد اذان العصر يرجعوا على الماتش وزمان ما كانوش بيكتبوا النتيجه على الشاشه كانت بتكتب من بعد شويه كده والكلام ده يعني فنفاجئ بان الاهلي جاب جول كنت تتفائل قوي بموضوع الاذان ده طبعا ان لازم بعد كده العوده بجون طبعا كانت ماتشات جمعه وكانت كلها نهار بكره ذكرت ريال مدريد الاهلي لاعب ريال مدريد زي بكره مباراه نادي القرن حضرتها لا ما حضرتش انا فاكر ان كنت مسافر مش فاكر فين نادي القرن يعني احتفاليه كانت اعتقد احتفاليه عظيمه جدا ريال مدريد جيب كامل نجومه والنادي الاهلي كمان كسبنا ريال مدريد يعني نادي القرن كسبنا كمان ريال مدريد وكان حته ماتش يعني اتفرجت عليه بعديها يعني ما كنتش موجود بس اتفرجت طبعا بتتفرج على الماتش بعد ما ممكن ما يتلعب يعني بيبقى عندك برضو نفس الحماسه دي انك تشوف ايه اللي حصل وكده في انا لو شفت الماتش في الاستاد لازم ارجع اتفرج على التلفزيون طب ولو فاتك لو شفته تشوفه ده بقول لحضرتك ده اللي بشوفه برجع اشوفه فما بالك اللي لو فاتني ده مستحيل ده مستحيل اللي بقولك بشوف الاستاد برجع اتفرج عليه في التلفزيون تمام بشوف الماتش في التلفزيون برجع اشوفه بالليل في الاعاده خصوصا لو كسبانين يبقى عندك قلب بعمل ماتش كويس وكل الكلام ده بتاع واللي خلي بينا بصراحه كان في برنامج لطيف جدا اسمه الكاميرا في الملعب طبعا كنت بحبه جدا كاميرا في الملعب دوت كان بيجي برضه كان بيجيب الكواليس والحاجات ما كانش فيها ساعتها في نت لا ولا في سوشيال ميديا ولا فيديوهات بتستنى البرامج دي تتفرج على النجوم وازاي بيتكلموا وازاي يعني بيبقى ليها احساس مختلف دلوقتي خالص بالزبط يعني بالظبط فدي من دي الاجيال يعني انت طبعا يعني عرفنا من احمد انك يعني اسطوره وحتى تواريخ انت شايف
انت شايف احسن جيل مر على النادي الاهلي الستينات سبعينات ثمانينات التسعينات، انت شايف ايه؟ انا ما لحقتش جيل الستينات بتفرج عليه كده بس بتتابع بتفرج عليه كده وبشوف بشوف الله يرحمه كابتن صالح سليم بشوف الله يرحمه كابتن طارق سليم بشوف اكتر من لعيبه طبعا وبشوف انت بدات مع الثمانينات كابتن محمود الخطيب انا بدات بالظبط اواخر السبعينات اوائل الثمانينات مع كابتن محمود الخطيب كابتن اكرامي كابتن احمد عبد الباقي كابتن كل الكباتن الكبار كابتن طارق الشيخ كابتن جمال عبد الحميد كابتن كل الكباتن الكبار تمام كابتن صفا ابو حليم رحمه الله عليه كل الكباتن العظيمه في يعني حمدي جمعه مدحت رمضان فكره في لعيبه كتيره جدا لعيبه جامده جدا بس انت عارف زمان السوشيال ميديا مش موجوده والاهتمام مش موجود ولعيبه طبعا اعتقد لو كانوا في الجيل اللي احنا فيه دلوقتي كانوا بقوا في حته تانية خالص طبعا خالص يعني. طبعا مختار دخل حته لعيب شفت المختار يعني انا كنت بستمتع استمتاع كان في محمد عباس انت مستمتع وانت بتتكلم وبتجيب سيره الاسماء دي انت مستمتع طبعا. يعني بفتكر لكل حد لعب الكابتن ربيع ياسين طبعا خرابي على دباك تمام يعني كل الجيل اللي احنا شفناه وفي انكساراتهم في المنتخب وفي زعلهم وفي كل الحاجات الاحداث اللي كانت بتحصل دهيت كنا بقى ساعتها بنتفرج على التلفزيون نشوف الاحداث بتاعت الموضوع عامل ازاي وهم خارجين ازاي والانكسار وكده يعني انا ما انساش هاني ورفاقه لما كانوا في ايطاليا كاس العالم 90 تمام كاس العالم 90 وحسام وهو خارج بيعيط من بعد ماتش ايرلندا طب ماتش انجلترا الاخير تمام ايرلندا ده الله يرحمك يا جوهري طب انا عايزك تقول الله يرحمك يا كابتن جوهري خلى الراجل يسب بالعربي لا بس والله المدرب والله العظيم يا استاذ مين كابتن جوهري مظلوم كابتن جوهري ما قالناش لعبوا بالشكل الدفاع قال ده احنا بنلعب فرقه كبيره عايزين نبقى لما الكره مش معانا ندافع بشكل كويس حتى لو قال ايرلندا مش ضعيفه واحنا عاملين ماتش قوي جدا مش ممكن. وبعدين احنا متعادلين مع هولندا ومتعادلين مع ايرلندا والفرقه اللي قدامنا متعادله كمان ما كل واحد عنده نقطتين فدي خطه هايله كل واحد معاه نقطتين فالراجل كان متوقع ان هو لا احنا بالنسبه له كان مصر هو اللي هياخد الثلاث نقط ويبقى اول مجموعه فطبعا احنا الطريقه اللي لعبنا بيها ولعبنا ماتش شكله دفاعي بشكل كبير ما رحناش هاجمنا زي ماتش هولندا بس يعني ايرلندا يا جماعه دي كانت هولندا ده كنا هنخطفه هاني ماتش هولندا كنا هنخطفه احنا معاك دلوقتي احنا معانا زي اورجواي كده كنا هنخطفه استاذ بيوم معانا دلوقتي انا اصلا عارفه فعلا لو احنا سيبنا الموضوع ممكن يقعد يكمل هيمل يعني لا. هو انا شايفه ده في عينيك قوي جدا في واحد حبيبك قوي برضو كده حب يشاركنا ويقول لنا مبروك ويقول لك يعني ويسلم عليك قول الو يا عم بيومي اهلا وسهلا انا ابنك يا أسقس أسقس زملكاوي كبير يا أسقس كل سنة وانت طيب طيبين والف مبروك على القناة والف مبروك على البرامج الجديدة يا حبيبي يا أسقس حبيبي منورنا خلصت البروفة؟ لسه مخلص حالا والله هتعرض بكرة ولا بعده يا حبيبي؟ ان شاء الله يوم الخميس يوم الخميس على خير بصرح مسرح؟ مبروك يا أسقس ربنا يخليك يا والف مبروك عليكم زملكاوي لطيف جدا انا حاسه ان كل اصحابك زملكاويه ده اغلبهم فعلا زملكاويه بحبهم جدا بحبهم جدا اسس كنت بتلعب كره ولا لا اسس قول لي ده لعيب جدا انا شكله قول لي ايه كنت لعيب كره انا كنت بقف جون بس في الجون الصغير مش الجون الصغير ايوه اني جون ما في جون الصغير واحنا صغيرين اللي هو الطوبتين يا اما الجون اللي هاند بول الصغير لا جون انا بعمله على قد انا حبيبي يا عم بيومي مش متعصب يا اسقس شكلك برضو لا خالص والله مش متعصب ابدا لا. بالعكس والله العظيم ده انا دايما اسال يا عم بيومي انا الوحيد اللي مش متعصب هم بيضايقوني بيضايقوني كتير طبعا لان انجازات النادي الاهلي الحمد لله ما شاء الله ولا بيتحسدوا ولا الله اكبر الله اكبر يا ساتر يا رب يا ساتر الله اكبر النهارده الخميس الله اكبر طبعا دايما والله بنتفرج وبنبقى واحد مبسوط لما بيلاقي في كوره حلوه بغض النظر والله مين خد بطوله مين خد ايه اللي حصل المهم يبقى في ماتش حلو ونستمتع بالكوره زي الدوري الانجليزي كده صحيح نستمتع لحد اخر ماتش بفرق حتى لو لسه صاعده
ان هم بيلعبوا كره حلوه، وده اللي نفسي نوصل فيه في مصر يا رب يعني ان شاء الله. ان شاء الله. في اول التليفون كنت بتقول ابويا على الفنان بيومي فؤاد، وانتوا عملتوا في رمضان يعني دورين هايلين يعني اتنين في الصندوق، كان مكسر الدنيا. قول لي علاقتك بقى بالاستاذ بيومي فؤاد على المستوى الشخصي. لا على المستوى الشخصي والله لو قعدت اتكلم من هنا لبكره عن بيومي، من اوائل الناس اللي كانوا بيشوفونا في الجامعه ونتقابل بره ونخرج مع بعض ويدينا طاقه وامل ويحمسنا ويقول لنا ان انا عشت عمري كله قابلت كل الاشكال، ما تخلوش حد يحبطكم وهتكملوا وهتوصلوا. ده من زمان او من قبل ما نبدا في اي حاجه والله. داعم ليكوا يعني، داعم ليكوا يا اسس. والله لحد الحمد لله ما عملنا المسلسل الاخير سوا، يعني احنا كنا طبعا لينا الشرف ان بيومي معانا وتعلمنا منه كتير، والمسلسل ده كان فيه تمثيل كمان دراما يعني مش كان دي حقيقة كمان بس، فتعلمنا من عم بيومي حاجات كتير جدا جدا جدا، والحمد لله يعني احنا كنا مبسوطين جدا ان هو كان معانا. وبعدين انا ملاحظه ان اصحابك فعلا بيصغروك سنا، الموضوع ده يعني صح؟ يعني ما عندكش مشاكل ان انت صاحب الاصغر منك والاكبر منك، ما عندكش مشكله في الموضوع ده؟ احنا بنحاول ان صاحب الناس اللي كانت عايشه ايام اسماعيل ياسين هم خبره. فتحت عليا النار. انت فتحت عليا النار. لا مش عايزين نكبره يا قصقص من فضلك. لا لا طبعا طبعا ده عظيم عم بيومي. في عمل هيجمعكم قريب ان شاء الله؟ في باذن الله يا رب. باذن الله ان شاء الله. باذن الله هنخليه يقول لنا عليه بقى ان شاء الله. شكرا ليك يا اسس. شكرا ليك. وكلكم طيبين. وانت طيب يا رب. وانت طيب. انت تحلق دقنك للمكبرات دي والناس فاكرات كبير ليه؟ راكور. ها راكور. راكور راكور بقى لها سنه. لا والله سنه. ده ايه؟ كنت بعمل فيلم قبل الكورونا وكانت بداني صاحب المقام، وبعدين لا صاحب المقام خلص من زمان واتعرض. كان زمان حلقتها. لسه الفيلم ما انا وهشام ماجد ودنيا سمير غانم. وفيلم مع رامز جلال. رامز خلصته لسه من 3 4 ايام، انما هشام ماجد لسه ما دخلناش لغايه دلوقتي عشان احلق ده. في روسيا مش فاكر ما كنتش بدا ساعه كاس العالم ما كنا مع بعض في روسيا ما كنتش. لا ما كنتش بدا. بس حلوه يعني مش سادة. لا لا بس يعني شغلها لطيف يعني. بس الحر الحقيقه مزهق لي جدا نفسي احلقها يعني. دخل ايه بقى قريب مع قصقص؟ بتعملوا ايه مع قصقص؟ لا لسه لا ما فيش كلام على حاجه بيني وبين قصقص، بس يعني سبحان الله يعني عموما لسه مخلص صاحب المقام. مبروك. الله يبارك فيك. وفي ردود فعل حلوه قوي عليه. الحمد لله. انا لسه ما شفتوش. هو لسه هو على قد ما لسه بيتعرض من امبارح، وانا قصدي من اول يوم العيد بس ده عاملينه من سنه فعلا. وايه اللي اخره؟ كان ايه اللي مؤخر برضه الكورة؟ اوكي. كان احتمال ينزل سينمات عيد فطر عيد صغير ما نزلش، وبعدين كان هينزل عيد اهوت، وبعدين نزل بقى على المنصات يعني زي ما بيتقال. ودورك كان رائع قوي قوي في خيانة عهد. الحمد لله. لا يعني برضه كنا لله. اول مره نشوف حضرتك بشكل مختلف تماما مع يسرى فنانه كبيره طبعا. وعملت دور رائع الحمد لله. محدش انا ما كنتش متوقع ان انا اشوفك كده يعني. الحمد لله رب العالمين. خلتنا عيط الحمد لله. توقع منه انا عارفه ونيت انا ما حدش يتوقعني. والله هو استاذنا اللي هو ما حدش يتوقعني. بجد بالذات الماستر سين بتاع بقى ابنها اللي متوفى وكنت عند الثلاجه دي كانت الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طيب احنا عندنا ايه؟ منورنا طبعا. احنا بس هنستأذنك نطلع فاصل ونرجع مع حضرتك على طول. اتفضل. خليك في ظهري يا عشر. ظهرك يا هيمة. ظهري يا عشر. فنان موهوب وما شاء الله عليه يعني حقيقة كوميدي لذيذ صراحة وظريف جدا يعني أنا شخصيا بحب تمثيله. دمه خفيف ويعني الناس تحب تتفرج عليه كتير ومنتشر جامد الفترة اللي فاتت حاجة كتير. من الفنانين اللي أنا بحبهم جدا تلقائي ولطيف وحتى في الأدوار التراجيدي يعني مع إنه ما عملهاش كتير بس كان صادق قوي يعني وبيعرف يعبر كويس قوي. بحبه قوي ونفسي أشوفه جميل ومضحك جدا. فنان جميل بنحب أدواره أدوار مميزة بيمثل كل حاجة كوميدي تراجيدي كل حاجة جميل فعلا يعني. ممثل كويس جدا جدا وبحترمه قوي
ومن أفضل الممثلين اللي أنا بحبهم. بحبه جداً، وعلى طول بحب أي مسلسل أو فيلم بيطلع فيه على طول لازم أتفرج عليه أكيد. يعني بقول يا سونيا، إحنا هنقضيها أدب ولا إيه؟ أخ يا سونيا. الناس كلها بتحبك وإحنا كمان بنحبك بجد، وفعلاً يعني أنت حاسس بالناس. لكن انتبهتني كده جملة، معرفش انت بتتضايق لما حد بيقول لك منتشر؟ كلمة منتشر دي بتضايقك؟ لا اطلاقا. يعني ده بقى افيه. اه بقى افيه وهي حقيقة. لا يعني حاجة انا شايف ان ده نجاح، يعني ده نجاح. النجاح بيسلم نجاح. زمان شوية كنت بتضايق من مسألة انت في كل حتة، انت هنا كمان، انت معرفش كذا، انت كده بيضايقك. كان بيضايقك. كنت بتضايق شوية من منطلق انه كتير، والإفيه المكرر اصلا ما بيبقاش لطيف يعني. وبعدين بدات اخد بالي ان الناس يعني بتهزر. في الاول كان جاي لي احساس بانه نقد شويه، انهم متضايقين او انه مش عاوزيني كتير كده، او انه زهقوا مني او الكلام ده. وبعدين بدا كل الكلام انه يبقى طالع بالعكس. يعني الناس الحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله. هو فما بديش خالص. الممثل الكوميدي لما بيتحول لتراجيدي او بينقي دور كده في الادوار اللي بجد قوي دي، بيبقى موقفه صعب. يعني الاختبار ده بيبقى عامل ازاي؟ هو من زمان واحنا نسمع الممثل يعمل كل حاجه. فالممثل المفروض اللي بيتعرض عليه بيعمله زي ما بيتقال. تمام. وزمان برضو كنا بنسمع ان اصعب انواع التمثيل الكوميدي انك تضحك حد، اصعب كتير جدا من انك تبكيه. تعيطه بالظبط، وانك تعيطه يعني. فانا طول عمري بعمل من ايام الهوايه بعمل مسرح كوميدي. فبقول انها لعبتي، بقول ان انا في ده شاطر او عندي خبرات. حتتي بالظبط زي ما بيتقال يعني. فكان رهان قدام نفسي، هل انا لما اجي اعمل سيريس، لما اعمل جد، لما اجي اعمل تراجيدي هتصدق ولا مش هتصدق؟ ده تحدي بينك وبين نفسك قبل ما يكون قدام الجماهير يعني. بالظبط. هو خيانه عهد كان اول تراجيدي تختبر فيه نفسك؟ اول اطلاق. تحدي ولا كان فيه ايه؟ كان فيه قبليه. من 2013 اول ظهوري مع الناس عملت موجه حره، شخصيه سعد العجاتي. كان دور مهم جدا، وكان دور جد جدا في مسلسل موجه حره، اخراج الاستاذ الكبير محمد ياسين. في 2017 عملت مسلسلين الاثنين جد جدا، هي ودافنشي مع الفنان الكبير خالد الصاوي والفنانه الكبيره ليلى العلوي. وعملت الميزان. كان برضو دور مهم جدا مع غادة عادل. فالشعب المصري شعب دمه خفيف، فمهما تعمل جد هم مصنفينك كوميديان لانك ضحكته. ده مش مضايقني. انا كنت الاول اتمنى الا اصنف. انا فاهم. يمكن كنت داخل كده. بالظبط. هو يعني كل واحد بيحب نفسه انه يعني هو فنان شامل يعني. يقدر يعمل كل الالوان. هاني رمزي في فتره من الفترات كان احسن باك في مصر. وهو بيلعب، جه مدرب قال انا هلعبك مهاجم. فقعد سنه مهاجم، كسر الدنيا. واعتزل مثلا. احنا ما زلنا شايفين هاني رمزي الباك. فهي الموضوع عامل كده. انا اللي بيتعرض عليا ايه كتير كوميدي. والكوميدي ده السهل بالنسبه لي. انا شايف ان هو السهل بالنسبه لي الكوميدي. ربنا حبانا بخفة دم شوية، ربنا حبانا بحضور قبول بقبول. ربنا حبانا كده. وده بتاع ربنا بقى، انت مالكش ارتياد فيه. بالظبط. بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ازاي بس احنا بيتعرض علينا كورق دمه خفيف، ازاي احنا نخليه يشقلب بقى، يخليه يضحك جدا. نقلبه الفارس زي ما يتقال. كوميدي فارس. يضحك يعني بقى كوميديا مباشرة. برافات. ونشتغل عليه وحاجات كتير جدا، خصوصا لما يبقى كل الشغل مع كوميديانات. مع فهمي، مع اكرم حسني، مع شيكو، مع هشام ماجد، مع كل اخواتي الصغيرين بتوع مسرح مصر، مع فتحي، مع ثروت، مع كل النجوم. تمام. الشغل مع مكي. الشغل طبعا. كلهم فنانين كبار يعني. مش قادرين بقى هم يتعاملوا معايا على ان انا ممثل بعمل جد، وبينسوا لما اجي انا افكر يقول صح، ده انت عملت كذا وكنت كويس جدا وعارف كذا. ليه؟ لان انا الاكتر كوميدي. طبعا. وفي كام سنه ورا بعضيها ما عملتش ولا حاجه تراجيدي ولا كلام غير كوميدي. فبدا التصنيف كده، مش متضايق من دوت، بس الناس اتفاجئت وكاني اول مره كابتن هاني اعمل التراجيدي دوت في مسلسل خالد. انت حابب انت شكلك حابب انك تعمل
تراجيدي اكتر يعني. حابب انك ممكن كمان يا جماعه انا ناجح كمان في الحته ديت بالظبط. انا لعبت زي مثال حلو اللي انت قلته ان انا كنت بلعب مدافع, جه كابتن جاري لعبني في نص الملعب فاتحسب على هاني مهما لغايه دلوقتي بتكلم احسن مدافع, لكن انا قعدت سنين كتيره حتى بره لعبت على 5-6 سنين وسط ملعب, لكن خلاص انا اتحطيت اللاعب المدافع يعني. فتاخد الجزء ديت, لكن انت تتمنى فعلا انك تمثل ادوار كتير تراجيدي جدا. ليه؟ لاني لقيت الاهتمام اكتر من الناس بالادوار دي, وكان ده الاصعب. مع اني زي ما بقول لحضرتك المتلقي العادي شايف ان ده الاصعب. المثقفين والدقاد والصحفيين والكلام ده شايفين ان الكوميدي اصعب. طب الا وان عملنا كوميدي والحمد لله يعني نجح الحمد لله نجحنا في دوت. فبشوف الالوان الاخرى من الدراما, لان الدراما عندنا الجد التراجيدي الكوميدي الحاجات دهيت الالوان بتاعتها لما بيتعرض علينا هل هتصدق ليه؟ لان للاسف شديد في كوميديانات او في ممثلين جامدين جدا في مصر لانهم عملوا كوميدي كتير جدا, لما جم يعملوا الجد او يعملوا التراجيدي ما تصدقوش بدون ذكر اسئله. ما تصدقوش ان هم مثلوا كويس, ما تصدقوش لا هم مثلوا كويس يعني عملوا الدور كويس بس ما حدش اللي هو لما يجي ايه انت متعود على ان بيوم وقاعد معاك بيتكلم ضحك بيموتك فتيجي تتكلم جد خلاص فلما اجي اقول لك ايه انا اتاخرت اللي رديت بجد فتقول لي لا انت بتهزر ايوه ما خدش ان انت انا متضايق بجد ان انا مش كده بس ما بتهزرش ما صدقش انك متضايق بجد طب احنا معانا على التليفون واحد مش عارفه دمه اخف منك بصراحه ولا لا طبعا يبقى انت عرفت مين. الو الفل مساء الفلين ازيك كابتن هاني؟ كله فل الحمد لله, كل سنه طيبين وانت طيب يا رب. ده محمد ابني محمد ابني لا دمه مش اخف ولا حاجه انت ايه رايك في الكلام ده يا محمد؟ اللي يقوله يمشي. محمد مساء الخير, كل سنه وانت طيب. الفل يا كابتن, ربنا يخليك ربنا يخليك. لسه بنشوف كواليس بابا والنادي الاهلي وحكاياته مع الكوره. شفت بابا ازاي بيتفرج على ماتشات اهلي وزمالك او اي ماتش اهلي؟ شفت حالته عامله ازاي؟ هدي مؤخرا بس هدي من ناحيه العصبيه يعني, بس لسه نفس الحماس اول يوم يعني من اول يوم اتولدت فيه يمكن لحد دلوقتي نفس الحماس اللي هو ورثته منه يعني. الحماس ده انت متعصب اكتر منه يا محمد؟ مؤخرا لا برضو بشجع بنفس الحماس طبعا, لسه حب الاهلي يعني وحضور الاستاد وبتاع كده. مش تعصب, هو حب هو حب اكتر منه تعصب طبعا يعني. كلمه تعصب يعني هو حب بزياده شويه. بالظبط حماس يعني حماسي. ها بالظبط بالظبط كده. كنت متعصب وهديت يعني؟ بالظبط. سبب الهدوء ده شايفه ان يعني خدنا شويه لسكه ان طبعا الواحد بيفهم اكتر شويه في الكوره, بيفهم الاجواء بشكل افضل شويه, لكن دايما حب الكيان موجود جوه, ولا بيبقى كمان الواحد مشغولياته كترت ومسؤولياته كترت وبدات الدنيا تاخده لشغله سكه تانية يعني؟ ده جانب حقيقي ماشي, بس الحماس عمره ما هيقل يعني. انا ما شفتش ماتشات في الدوري, بس هاجي عند ماتش الاهلي والزمالك اشوفه اكني شفت كل الماتشات بتاعت الدوري. بشجع باكني لسه متابع الاهلي من اول اليوم يعني. انا دلوقتي بزعل من نفسي جدا لما اجي اشوف ماتش الاهلي ففي لعيب مش عارف مين ده, فاهم قصدي؟ بس ما زال الحماس والحب مش طبيعي طبعا موجود. طبعا جدا 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 يعني. انت شايف ان شاء الله باذن الله فرص النادي الاهلي باذن الله تكون قويه للحصول على اعتقد البطوله المفضله لينا كلنا طبعا. البطوله الافريقيه طبعا, الدوري يعني الحمد لله عندنا منه كتير, بس ان شاء الله كمان الدوري بقى بتاعنا, بس البطوله الافريقيه شايف التسعه ان شاء الله باذن الله. من غير مقطع بس عشان لما بنقطع كل الله بالظبط يا رب خير باذن الله يعني. طبعا شايف الفرص ان شاء الله باذن الله فرص كبيره يعني. تقول النهارده لوالدك يا محمد وهو مشرفنا اول ظهور يعني الفنان في قناه النادي الاهلي بعد الافتتاح. بعد التأكيد صح ان هو ظهر كتير وشيء يشرفنا طبعا ان هو يظهر على قناتنا يعني. انا بدعي ان الاهلي دي قناتنا طبعا طبعا. اقول لك طبعا كل سنه وانت طيب وبنحبك يا حاج, دي حقيقه. بتقول له يا حاج, بتقول لي لمحمد حبيبي كل سنه وانت طيب يا حبيبي.
أيوه. ونام بقى بتخرجش. ايوه. نورتنا وشرفتنا محمد. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. لسه بتخاف عليه يخرج برضه متاخر؟ اه بخاف عليه جدا. ما انا بقول زي ما بقول لك يعني يا رب في ميزان حسناتهم يعني ابويا وامي، على قد ما كانوا بيخافوا واحنا بنتضايق وكل الكلام ده، على قد ما طلع برضه في اولادنا نفس الموضوع ان احنا بنخاف جدا، وخصوصا محمد بيسوق فببقى قلقان عليه جدا انه يرجع بالليل متاخر او الكلام ده، نظره ضعيف. كان عنده موقف قريب مع موضوع في السواقه ده، مع موضوع السواقه لما كلمك وكتبوا على الفيسبوك صراحه كان فيه كده لقطه. انا كنت بصور في مسلسل هو بيساعد في الاخراج فيه. تمام. فكان ساعتها في حظر تجوال. فانا مشينا بعد الحظر بساعه. تمام. فانا معانا تصريح. تصريح. فمحمد التصريح بتاعه نسيه خلاص. فقلت له خلاص ما يهمكش امشي ورايا بس، وانا يعني بتصريحي هقول ان انت ابني وهتعدي ان شاء الله هتعدي يعني. خلاص والناس هيصدقوني يعني. فطيب تمام تمام امشي يلا يا ابني ورايا. قال لي انا مستني فلان. يلا يا ابني ورايا انا مستني فلان. فرحت ماشي، هو اتفاجئ بان انا مشيت. مشيت فشويه ولقيت السواق بيقول لي محمد ورانا. فقلت له طب ما تكلمش خالص. فجي الضابط بيشوف الورق بتاعي بس بيبزع حضرتك، طلع الورق قال لي تمام يا فندم احنا عارفين انكم بتصوروا وكل حاجه. قلت له اللي ورايا دوت هيقول لك ان هو ابني انا ما اعرفوش. لا. مشيت. ومشيت. لقيت محمد بيكلمني يقول لي الهزار مش في كده. انا ممسوك. فعلا عملوا في يعني نزلوه في حاجه العربيه او الكلام ده وبتاع. فرجعت له. رجعت له يعني بالتصريح بتاعه. التصريح بتاعي. انا حصل موقف قريب من ده شويه. كنت داخل النادي الاهلي انا واحد صاحبي فرع الجزيره. فدخلت هو كان متاخر عليا بس بخطوتين كده. فدخلت عديت. فهو انا عديت فواحد وقف قال له الكارنيه بتاعك. فروحت انا بس زوره كده قلت له كارنيه ايه يا ابني ده معايا. بس قال لي فين كارنيهك انت؟ طبعا شكلك زي الخرا قدام. قال لي طب فين كارنيهك انت؟ فجي واحد قال له الكابتن هاني. قلت له خلاص ماشي اتفضل. فموقف كان برضه موقف غريب جدا. طب عملت ادوار كتير قوي في الكوره. الكابتن ماجد على الكابتن النوش. يعني كنت انا عارفه انه في الكوميدي احيانا بالذات معاك بترتجل السكريبت يعني طبعا. في الكوميدي طبعا ما حدش بيكتبه لك. فبتبقى متعمد او بتعمل ازاي موضوع بقى المشاهد اللي فيها كوره وبالذات موضوع الكابتن ماجد ده يعني ده كان انت ما شفتوش طبعا. انت ما شفتش كابتن ماجد المسلسل بتاع الوقت ده حاجات كنا عاملينه كابتن ماجد اوكي الكرتون بتاع الكابتن ماجد والكلام ده كنا عاملينه. يعني بتحضر لده ازاي؟ بيبقى سهل عليك طبعا انك تعمل حاجه في الكوره ليها علاقه كمان بالكوميديا. يعني ملعبك يعني ملعبك طبعا. الكابتن انوش كان كبير مشجعي النادي الاهلي. الشخصيه دي وابا عن جد كده. ابوه كان رئيس رابطه مشجعي النادي الاهلي حاجه كده تمام. فهو حتى عنده محل بيبيع فيه كل تيشيرتات وشورتات والشوز وكل حاجات النادي تخص الاهلي. تخص الاهلي. وما عندوش الكلام ده تمام. فاحنا المسلسل بيتكتب قالوا لي بنتك هتبقى زملكاويه ويزو بتاعت مسرح مصر. فقلت لهم اوكي. فقالوا لي وانا بقرا اول حلقه معاهم ان بنتي جايه وهي بتتغدى معايا. فانا قلت لها يا بنتي مش ربنا يهديكي وتبقي اهلاويه زي ابوكي فتقول لي لا انا زملكاويه والكلام ده. فقلت لهم لا يا جماعه ده مش هينفع يا جماعه اللي انتوا بتقولوه ده. قلت بجد كده؟ قلت لهم كبير مشجعي النادي الاهلي لو بنته زملكاويه ده هيتعامل معاها على انها انا اسف يعني دي قلت لهم كده في الحقيقه يعني مش قلت لهم كده مش هيبقى الحوار ماشي بكده. لا ده موضوع كبير. الحوار مش هيبقى كده. مشجعي النادي الاهلي يبقى الموضوع كبير بالنسبه له. ده مش مجرد ان لا ده ما تقعدش معاه على سفره ولا طبليه انها تاكل انها تطرد بره وتترمي بره بالاصل. ده بيبقى حاجه في الدم زي ما بيتقال موضوع كبير يعني. تمام. ده بقى التعصب اللي على مش يعني مش تعصب. لا اصل رئيس لا الموضوع كبير. رئيس رابطه مشجعي النادي الاهلي وفي حي شعبي والموضوع ما اعرفش عامل ازاي. فازاي بنته تطلع تشجع النادي الاهلي؟ انا ما عنديش مانع ده بلوف حلو ان بنته تبقى زملكاويه بس لازم يتعامل على انه على خلاف دائم معاه. يعني الموضوع عشان نطلع ضحك كمان بيبقى الناس تصدق. مش هيبقى ده رد والناس تصدق بالظبط بالظبط تمام.
فسؤال حضرتك ان ازاي الكلام دوت انتوا بتطلعوه الكلام ده؟ احنا متعودين دايما نعمل بروفات على كل مشهد بيتعمل. يعني احنا انا عليه وجهه نظر ان الكوميديان الشاطر ما يسيبش ورق في حاله. لازم تتدخل فيه وتحط يعني التاتش بتاعنا زي ما بيتقال يعني. هو كل المؤلفين اللي بيألفوا كوميديا عارفين ده، وده ما بيزعلش. هو بيبعت لي ورق لما بقراه ببتسم، لما بقراه بضحك، بس انا عايز الكابتن هاني رمزي وهو بيتفرج عليا يموت على نفسه من الضحك. فعشان يموت على نفسه من الضحك، لا ده في حاجات، في تفاصيل، بيبقى المخرج قاعد والممثل اللي قدامي او الممثله اللي قدامي قاعده، وبنبقى قاعدين بنقول هنقول كذا، ونرجع نشطب ونرجع نكتب ونرجع نشطب، والمؤلف معانا كمان احيانا نقول الحاجه بتاعتنا تمام، وهو يضيف الافيهات بالظبط في المشهد تمام. وساعات كتير قوي نغير فكره المشهد قدام المؤلف، يقول خلاص اكتبها لكم الفكره كلها، فكره المشهد كله. بدل ما احنا قاعدين بناكل لا طب تخلينا وانا نازل على السلم مش عارف ايه، فيقول لك هكتبها لكم بالموافقه في مرونه يعني في التعامل في الحاجات جدا خصوصا في الكوميدي، لان هو احيانا كتير قوي المؤلف يقول، يروح حاطط سطرين كده ويقول لك انا عارف بيومي هيخلي المشهد ده عامل ازاي، هيشيل يعني هيزود أيوة عشان يحصل كذا. فهو بيسيب حته بس فكره، بيسيب فكره المشهد ولا الكلام ده، واحنا بقى بنضيف عليه من الحاجات. بس جزء عمليه صعبه مش سهله طبعا، يعني عمليه صعبه جدا جدا طبعًا. انك كمان اعتقد انها بتبقى الحضور الذهني مهم جدا، كرييتيف، لازم تبقى انت كمان ككوميديان كرييتيف جدا، بتطور عشان كمان ما تكررش نفسك. ايه في اكتر حاجه تعودنا فيها الموضوع ده كابتن هاني؟ الكبير قوي، الخمس اجزاء. المؤلفين شاطرين جدا وكاتبين اللاين الدرامي بتاعنا وكل حاجه والكلام ده، لكن بنقعد نعمل بروفا او اتنين وتلاته مع النجم الكبير احمد مكي، مع المخرج الكبير احمد الجندي، بنقعد نطلع كل اللي ممكن يطلع في المشهد ده، خصوصا ان بعد الاجزاء ما بدات تتكرر المؤلف ممكن من كتر ما بيكتب بيغلط وكتب مشهد يشبه مشهد عملناه في جزء قبل كده، وارد جدا فنلغيه، فنعمل مشهد بداله كده. طب من نجوم مسرح مصر اللي انت بتحب دمهم قوي وبالنسبه لك يعني كده شربات مين؟ انا والله العظيم كلهم حبايبي، كلهم اخواتي. مين اكتر واحد؟ علي وتوتا، محمد عبد الرحمن، ما تنساش حد بقى عشان مصطفى خاطر وانور وأسقس وكريم عفيفي وطب وإيه ده، لكم ناسي حد؟ أنور، خاطر، أسقس، علي، كريم، توتة. طب قول ألو. ألو ألو، ده توتة. لا مامتي كريم عفيفي. طالما مامتي يبقى كريم عفيفي. بيقول لي مامتي. مامتي. ازيك يا كريم؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ زي الفل الحمد لله. جيران برضو صح؟ جيران. اكتوبر. اكتوبر. كريم ازيك يا حبيبي؟ اهلا وسهلا. ايه مامتي بقى؟ عايزين نعرف ايه مامتي؟ عايزين نعرف مامتي ايه؟ كل سنه وانت طيب الاول، عايزين نعرف ايه مامتي دي؟ حبيبي حبيبي يا كريم، كل سنه وانتم طيبين الاول. انت طيب يا حبيبي. انت طيب يا رب. انا بقول له مامتي على طول، كل يعني كل ما نشتغل مع بعض من زمان جدا، لازم بحس كده بحس بحنان كده وهو موجود، بحس بطيبه وجدعانه، لا يعني فبحس ان هو مامتي. حبيبي يا كريم. كريم اهلاوي. انا ملاحظ ان كريم انت اهلاوي مش كده؟ انا يعني ولا في الكوره، والله ما بفهم في الكوره اصلا. مصراوي، انت شايف منتخب مصر، تشجع منتخب بلد؟ جدا. ده كويس. محتضنكم استاذ بيومي فؤاد، محتضنكم قوي انتوا بشكل خاص نجوم مسرح مصر يا كريم. احنا يعني نعرف بعض بقالنا حوالي 15 سنه من قبل ما حد فينا يشتغل. ومن ايام مركز الابداع، ومن قبل المركز الابداع في الجامعه، فعشره عمر كبيره جدا جدا جدا. عارف كل واحد فينا كويس، وعارف كل واحد فينا شخصيا جدا. بغض النظر عن فنيا يعني. لا وده كمان كريم بيساعد كمان في الشغل، لما انا اكون عارف واحد بقاله 15 سنه
بعرفه على المستوى الشخصي، على المستوى على مستوى الاجتماعي، ممكن يعرف الاهل، فده كمان بيقرب المسافات ويقرب موضوع التفاهم في الشغل، والصوره بتطلع اكن فعلا الناس ديت عايشين مع بعض من زمان يعني. طبعا ده الصوره اللي بتوصل لنا يعني. طبعا انا اشتغلت مع استاذ بيومي حاجتين كذا حاجه، بس حاجتين منهم اللي كان الشغل دايركت معاه او كان معاه قوي، كان اوشن من 14 وبنات سوبرمان فما كانش حد بيعرف يقول كات. خلاص احنا شفنا بعض خلاص، واحنا الاثنين لايقين على بعض جدا، تحس ان احنا قرايب جدا جدا. فخلاص الناس بتشوفنا جنب بعض بتتبسط بتضحك بتبقى سعيده جدا. لو الفنان عنده الميزه دي يعني سوري عنده الميزه ان هو زي اللاعب الكبير لما بيقابل اللاعب الصغير وطالع من الناشئين وبعدين قدامه نجم كبير، فالنجم ده عنده سكتين، السكه الاولانيه يا اما هيكمل يا اما هيرجع تاني لقطاع الناشئين. فاعتقد يعني اخواتك الصغيرين في مسرح مصر عندهم الاحساس ده، ان انت احتضنتهم بشكل مباشر، احتضنتهم في وقت اعتقد كان وقت ان هم كان صعب يطلعوا لوحدهم يعني. خلينا نتكلم بكل امانه، دايما يبقى في حد بيسند، وانت طبعا سندتهم بشكل كبير جدا، وزي ما بقول لك العلاقه الشخصيه والعلاقه الاسريه بينت الصوره بشكل حلو يعني. اللهم لك الحمد، اقسم بالله كابتن هاني انا اللهم لك الحمد يعني، انا يعني براعي ربنا في كل حد بقف جنبه وببقى عاوز اساعد الضعفاء، فما بالك دول من اول لحظه في حد كده لما تشوفه تقول ده يعني بدايه نجم، ده ممثل شاطر قوي، بيبقى ربنا صارف له كده بالظبط يعني. بقى نجم بقى ما بقاش نجم، هو ممثل شاطر قوي. مساله النجوميه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. تمام صحيح. فكريم هم كانوا اللي حضراتكم بتشوفوه في مصر دلوقتي، هم كانوا حد في الشرق وحد في الغرب. علي ربيع وقصقص وكريم تجارة القاهرة. اوكي. حمدي المرغني. نسيت حمدي في الشلة. حمدي المرغني ومحمد عبد الرحمن ومصطفى خاطر وانور عين شمس. يا تمام؟ فدول كانوا في حتة ودول كانوا في حتة. انا اعرف الثلاثي كريم وقصقص وعلي ربيع قبل ما اعرف الجماعه التانيين. اعرفهم من كنت في مخرج رحمه الله عليه اسمه الاستاذ حسين محمود، كان بيخرج للاولاد دولت في جامعه القاهره، وهو كان صاحبي وكان بيعزمني، وكنت بروح استمتع فظيع. عارف انت الثلاثي بجد بجد، سمير غانم والضيف احمد وجورج رحمه الله بالظبط، شكلهم وبيحبوا بعض جدا وبيتكلموا مع بعض كويس جدا، وده اللي بينجحهم في مصر. اصحاب جدا بيحبوا بعض جدا وبيتفانوا لحب بعض يعني، اي حد بيحاول يوقع ما بينهم بيخش في حيطه سد، لانهم بيحبوا بعض جدا، وده اللي منجحهم ومخليهم جامدين جدا في مسرح مصر. كل ده كوم واشرف عبد الباقي كتر خيره طبعا، الشغل اللي بيعملوا معاهم وكل الحاجات والانجازات اللي بيعملوها. بس اللي يبين ان الاولاد دولت قد ايه متميزين وشاطرين، ان لما خرجوا بره وكل واحد اشتغل لوحده تميز هو نجم. كل واحد اشتغل لوحده بصراحه ويستحقوا اكتر كمان من اللي هم فيه. الفنان بيومي فؤاد كان بيتكلم عن كواليس الاعمال الكوميديه تحديدا، وقد ايه ممكن النجم الكوميدي ممكن يتدخل، لان دي ده بيبقى ملعبه، فانه هو يرتجل ان هو يضيف. فكلمني عن ده يا كريم شويه. بصي هو يعني مفيش عمل فني كوميدي مكتوب من الالف الى الياء بيضحك، لازم يجي الممثل هو يضيف لازم يقرب الدور والشخصيه ليه عشان تبقى طالعه من جواه فيقدر يضحك. مفيش حد بيكتب ورق بيضحك صرف كده. بالظبط. هو بيعمل موقف حلو، لكن انت اللي بيبقى شغلك بقى كل واحد، وده اللي بيميز واحد عن الثاني، وده اللي بيميز نجم عن الثاني. انت بتعمل كده في كل ادوارك الكوميديه يا كريم؟ طبعا. انا بعمل ايه؟ بتعمل كده في كل ادوارك الكوميديه؟ طبعا. واللي مش كوميديه برضو على فكره يعني، انا في كل الحاجات اللي عملتها لازم اقرب الشخصيه ليا عشان تبقى شبهي، وابدا بعد كده اقول منها، فتبقى انا وهي واحد. اعرف العب منها.
فالناس تصدقها وتتعلق بيها. تمام ده حقيقي. طيب عايزين برضو هدخلك بقى في جزئية تانية. عايز اشوفك مدير فني وتحط لي تشكيل لفرقة مسرح مصر. انا يعني على سبيل المثال هتحط كريم فين؟ عايزين بس كريم عفيفي تحطه في اني بوزيشن لو جوه الفريق عشان نشكره طبعا على وجوده معنا. كريم عفيفي من الممثلين اللي انا شايفه جوكر اللي هو ممكن يبقى دوره عامل زي في الهاف في خط النص اللي هو يوصل المهاجم للجون. تمام. وهو في نفس الوقت كمان ممكن يبقى دوره دور حسام عاشور ودور حسن مصطفى ودور كذا ان هو يبقى ديفنتر في خط النص. فهو شاطر جدا في المنطقه بتاعت النص اللي هو تحس ان هو سند وظهر كده. يعني لما بيجي يعملوا مثلا مسرحيه وعلي ربيع يخرج بره الاطار خالص والكلام ده وبتاع ممكن يرجعوا كريم انه ممكن يفكروا كريم لان هو مشهور عن علي انه ما بيحفظ وانه بينسى كتير جدا وبتاع. فاللي يرجعوا كريم لانه اكثر تركيزا. فانا بحس انه مكان دايما كريم هو الهاف اللي في النص اللي دوره الليدر ده. يعني كريم عفيفي مخطر. عرفت مركزك طبعا جوكر وسط الملعب. نشكرك يا كريم وكل سنه وانت طيب. ميرسي يا كريم. وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب. يلا نبدا بحراسه المرمى. قصقص ايه؟ قصقص ممكن يبقى مهاجم عمال يضيع في جوان كتير وبيتشتم كتير بجد. قصص بعشقه. مش مركز. ها بعشقه. مش مركز. مش مركز. لا هو قصص. عايز اقول لك مثلا الوحيد في مصر اللي مش معترف بان في حاجه اسمها كورونا. قصص. ايه ده فعلا؟ مش معترف. مش معترف. وما اظنش انك ممكن نلاقي تقنعه خالص او انه يبقى معاك مامه. هو ايوه راس حربه بيضيع كتير يعني. هو راس حربه مش في دماغه اصلا. حمدي المرغني. حمدي المرغني بحبه قوي. حمدي ممكن يبقى مثلا وينج رايت لانه برضه من الكوميديانات الجامده جدا ويعرف يوصل الشخص يعني اللي ممكن يبقى الناحيه الثانيه الكلام ده بتاع اللي قدامه. الناحيه الثانيه ممكن يبقى حامد دكتور هو الممثل اللي بيغني معاهم الكلام ده انا بحبه جدا. لا اسمه حامد. حامد. حامد اللي صوته حلو قوي ده. عارفاه. خلينا علي للاخر عشان علي ده قصه. علي ده حدوته. فعلا علي ده حدوته بالنسبه لي ده. بمعنى ايه؟ ده ابن البكري. ليه؟ تعرفه من زمان؟ طبعا. طبعا من قبل موضوع مسرح مصر. الثلاثه عرفتهم في وقت واحد. وكمان اللهم لك الحمد والشكر يعني ربنا جعلني سبب احيانا انه كانوا بيستعينوا بيا لان انا كنت فتره من فترات ساكن في الدقي وهم كانوا ساعات بيروحوا يقعدوا على كافيه في الدقي كده فيكلموني الساعه مثلا زي دلوقتي بعد دلوقتي بساعتين الساعه 3 الصبح لا يبقوا متنقرين في حاجه الثلاثه قبل ما يبقوا البتاع لما كانوا الثلاثه اول كانوا في مركز الابداع فكل ما كانوا يتنقروا كانوا بيرجعوا دلوقتي ممكن يرجعوا لعبد الصلاح عبد الله عمنا كلنا. تمام. انه يصلح في زملكاوي كبير برضه عم صلاح وعظيم. زملكاوي شخصيات الحلوه قوي. يفضل ساكت 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 كده ونكوش وانا بقى واحنا قاعدين بنعمل مسلسل بتاعتين في الصندوق ده مع بعض ونكوشه بقى بتاع فايه اللي هو العائل الراسي والكلام ده بتاع بيومي ماشي الاهلي. كمل التشكيل. كمل لنا التشكيل. كمل التشكيل. مين الجون؟ الجون محمد عبد الرحمن. محمد عبد الرحمن توتا. توتا. طيب. وهو فعلا كمان اعتقد ان هو شاطر. طيب. حارس مرمى يعني. فعلا. علي ربيع ايه؟ سترايك يعني. سترايك مهاجم. علي ربيع. لعيب. علي لعيب كمان يعني. شاطر لو يجي يلعب الكلام ده. ما فيش اي حد مدافع خالص. ما فيش حد بيدا. طب قول لنا حد ازاي لسه لا عايزين حد مدافع برضه شوفني معاك حاسس مين ممكن يبقى مدافع انا كنت بتخيل علي مدافع كويس لا يعني جسمه طويل وكور عاليه وبتاع لكن مين ممكن يبقى مدافع كويس والله مين ممكن يبقى طب كشخصيه كاركتر سيبك من الشك كاركتر تحس ان هو لا ده ممكن يكون مدافع كويس انا اسف ان انا احط وصيهم بس هو المدافع اللي بيهم كلهم يعني اشرف عبد الباقي
اللي هو مش محتاج حد جنبه استاذ اشرف حمدي، يعني لان هو فعلا الشخص اللي ممكن يلم كل المشاكل والله. طب ده حقيقه. طيب لو حطيت نفسك جوه التشكيل ده تلعب ايه؟ مركز ايه؟ يعني تحط نفسك فين وسط التشكيله دي؟ هلعب مكان مثلا علي معلول باك شمال. احب قوي انا الخطوط الطويله المساحه الواسعه. يعني انت ما بتحبش تلعب في مساحات ضيقه حابب يكون قدام جدا المساحات الواسعه جدا. واحيانا مكان فتحي احمد فتحي يعني برضو الانطلاقه يعني بالظبط. اصلا ممكن ابقى باك رايت وممكن ابقى باك ليفت. من غير الكورونا بتلعبوا يعني ماتشات؟ في ماتشات بتلعبوها بتجمع نجوم فعلا مسرح مصر او غيرهم، شيكو، هشام، احمد، يعني بتحرصوا على ده ان انتوا تلعبوا ماتشات وكده ولا لا؟ الفنان كبير السقا. ولا مش فاضي حضرتك؟ الفنان كبير السقا انا ما بروحش. بجد؟ بس هتجنن واروح يعني. لان احيان كتير لما قالوا مره واثنين واعتذرت عشان التصوير والكلام ده فوش يكلموني بقى اللي هو عشان ما تضايقوش. خلاص عارفين الكلام ده. للاسف الشديد مش هاجي يعني. بس بيروح السقا، بيروح فهمي، بيروح علي ربيع، بيروح السعداني اعتقد، بيروح كتير بقى، بيروح أسس. معانا تقرير برضو مهم قوي، عايزين نعرف راي الجماهير بتقول ايه على حضرتك لو كنت بتلعب كوره. نشوف التقرير ونرجع مع حضرتك. وانا برضو اللي مش فاهمه، انت جايبنا الجيم ليه؟ وانا محتاجين جيم؟ لا طبعا مش محتاجينه. لا مش متخيله اصلا. لا مهاجم، ممكن دفاع، ممكن حارس مرمى يبقى ظريف. ممكن حارس مرمى. حارس مرمى برضه. حارس مرمى. دفاع اكيد حارس مرمى، محدش هيعرف يعدي منه. حارس مرمى. حارس مرمى. اكتب وانت ساكت. حارس مرمى. هاف ديفندر. هاف ديفندر. مساك. مساك. هارت اتاك. ما بعدوش برضه بعيد يعني. هارت اتاك قلت له. هارت اتاك. يعني حارس مرمى مش بعيد برضو عن باك يمين وباك شمال يعني. لا الناس يعني الناس طبعا بتحبك جدا، واحنا كمان والله يا استاذ بيومي بنحبك جدا جدا، وعايزين نعمل ماتش خماسي كده. الله ايه رايك؟ جدا بجد والله. يلا بينا حتى لو مش قادر يعني. تعالى انت قلت لي عليه من دلوقتي هحجز له ميعاد وكانه تصوير مع المجموعه بتاعه مسرح مصر ونعمل خماسي كده. خلاص ما لعبتش خماسي يبقى حلو قوي. الله يا ريت. هيبقى عندك وقت تتابع الدوري ان شاء الله؟ لا لا الا ده عندك. لا 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 معلش، مش هيبقى عندك تصوير؟ لا يا فندم. حتى لو عندي تصوير انا كتير جدا بيبقى عندي تصوير اثناء الحاجات. بقعد اقول للانتاج وبتفق معاهم بقول لهم الا الساعه ونص بتوع الماتش. انت عندك جدول الدوري بقى. انت عندك هنلعب الزمالك يوم 22. يا فندم ما بهزرش. وعندك ماتش يوم 9 مع انبي بالظبط. الا حاجز مكانك الا اللي بتاع يا رب يوم 9 مش عندي تصوير عشان اروح الاستاد ان شاء الله باذن الله. ده ان شاء الله باذن الله بإذن يعني الله. رغم ان هو في اجراءات احترازيه لكن انت بتحب تشوف ماتش بصراحه من الملعب ولا مزاجك كده قدام التلفزيون؟ مع ده له متعه وده له متعه، بس ما زال اللي في الملعب ده حاجه. بس لازم يكون جماهير احتفاليه قدام السيد الرئيس. وبعدين كان فيها رمضان صبحي. فرمضان قال لي انا هخلص وهجري عشان الماتش. فالاول مره في الدنيا ما بقاش عارف ميعاد ماتش. فاتاري احنا كنا بنلعب الاتحاد. تمام؟ الاستاد. فرمضان قال لي، قلت له طب رمضان طب ما احنا جنب البتاع، انا كمان هخلص الحفليه واجي لك جري. تمام؟ كان كله خوفي طبعا عشان سياده الرئيس كان حاضر ان احنا نتاخر في الخروج لاجراءات الامنيه وكل الكلام ده بتاع. لا الحمد لله كان في على طول. ورحت والعشم واخدني جدا وداخل على المقصوره. بكلم رمضان ما بيردش. بكلم رمضان مش قلت يا ابني ايه اتبعني. تمام؟ فداخل لقيت رمضان بيكلمني. فبقول لي فين؟ فاتاري رمضان فاكرني ان انا هنزل مع هو كان في اوضه اللبس وما كانش هيلعب الكلام ده ان انا هنزل تحت ولا الكلام ده. انا رايح المقصوره. فرحت المقصوره فلقيت راجل محترم بيقابل لي كده، اهلا فنان والكلام ده وبتاع. ثانية واحدة اشوف اسم حضرتك. فاتاري اللي يحضر في المقصورة لازم اسمه يبقى في الحياة. لان انا اصلي لغاية بعشق التالتة شمال. بعشق التالتة. بعشق التالتة عامة. يعني نكهة تانية وقعدة تانية وتشجيع مختلف. جو تاني خالص. يعني طبعا يعني بيبقى ليها مذاق خاص كده انك قاعد وسط جمهور التالتة
كل الاحترام طبعا للمقصوره بس الثالثه لا بتهز الكيان فعلا بتهز الكيان. فما دخلنيش الا الراجل العظيم اسمه ايه او مجلس اداره اللي عنده الحديد محمد الجرحي. هو اللي كتر الف خير. تعالى تعالى يا ابني معلش. راح بعديني دخلت اتفرجت على الماتش من المقصوره يعني. ده كنت عيط ساعتها انا الحاجات دي بتأثر عليا جدا جدا يعني. مره رحت اتفرج على ماتش الزمالك في نهائي الكاس مع زمالك اصحاب ليا كلهم زمالكاوي. طب قبل الماتش ده معانا تليفون مهم جدا قول الو. الو 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 ازيك يا شعبندر؟ ازيك يا ثروه؟ هو كل واحد ليه دخله يعني كل واحد ليه دخله. اهلا بيك منورنا كل سنه وانت طيب. الله يخليك يا كابتن والله العظيم كل سنه وانتم طيبين. استاذ محمد زرد منورنا امانه يعني. حبيبي وحشتني حبيبي يا شعبندر اخبارك انت ايه؟ الحمد لله حبيبي خلصت عرض؟ يا حبيبي امبارح كان اخر يوم بعد كده احنا خميس وجمعه من كل اسبوع بقى. باذن الله هجي لك يا حبيبي باذن الله. نتكلنا بقى يعني تتفرج علينا ان شاء الله يا حبيبي ان شاء الله. استاذ محمد كلمنا بقى علاقتك مع الاستاذ بيومي فؤاد علاقتك عامله ازاي وشايفه ازاي؟ احنا كلنا بنحبه طبعا وبنقدره عايزين نعرف ايه يعني. بص الشعبندر يعني هو استاذ من الاول يعني فاهم يعني هو استاذنا و حبيبي. عايز اقول لك ان انت معاك فنان من طراز فريد. ده حقيقي ده حقيقي. قليل قوي لما تلاقي فنان زيه ويعرف يتلون ما بين كل حاجه ما بين الكوميدي وما بين التراجيدي. لا لا يعني شعبندر احنا نتعلم منه لان انا الطبيعه ده شعبندر تجار الكوميديا. حبيبي والله بامانه يعني مثلت معاه كتير. ايه مثلت معاه كتير. ده من قمه متعتي اللي انا امثل مع الحاج يعني اكيد يعني طبعا يعني ببقى سعيد جدا ان انا بمثل معاه وبيبقى في كيمياء بيننا وبين بعض كده لان احنا عارفين بعض من زمان فالدنيا جميله جدا بحس بسعاده جميله جدا وانا بمثل مع الشعبندر عموما. حبيبي ما بيبقاش صعب في الشغل. انا برضو في نقطه الناس اللي يعني بحس ساعات انك الناس بتبقى الكوميديه ديت بيبقى بتاخد خط ان هو مش صعب في الشغل معاه يعني ما بتبقاش الدنيا عايز على كل كلمه لازم تقف لا ونعيد دي ونزيد دي لا ممكن تبقى احسن طب نغير كده ما بيبقاش الشغل. حضرتك بتتكلم على مين؟ على استاذ بيومي فؤاد؟ طبعا. لا مش حاجه غلط ولا غلط ولا لو قلت حاجه غلط ولا لا مش كده. معلومات غلط. استاذ بيومي فؤاد شارك جدا 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 وعايز اقول لك الارتجال 10 على 10 فاهمني وبالنسبه للافيهات بتبقى حاضره وذهنه حاضر كل جديد الورق اللي احنا بنخش بيه ده ممكن ما يكونش هو اللي مكتوب بيبقى حاجات احنا عاملينها كمان الافكار بتبقى جديده الحاجات ذات نفسها بتبقى حلوه اللوكيشن ذات نفسه بيبقى يعني بيتمنى ان هو بيومي فؤاد يبقى موجود في اللوكيشن فالدنيا مش لا 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 خالص انا ما اظنش ان انت جمعت معلومات مهمه جدا. لا انا ده توقعي يعني على فكره ده كنت متوقع ان هو لا بالعكس انا في وجهه نظري النجاح ما بيجيش بسهوله النجاح دايما بيبقى فيه تعب طبعا انه بيطلع بالكلام ده طبعا ان تايم ده موهبه من عند ربنا لكن كنت شايف كمان انه لا انه هو لسه كان بيقول لنا لا احنا ممكن نعيد مره واثنين وده يبقى احسن والفكره نفسها بتاعه المشهد تتغير هو شايف المشهد يتغير بشكل افضل فبيعرض الكلام ده فالموضوع طبعا اللي بكلمك فيه يعني اللي بكلمك فيه ما بيتمسكش باللي هو اللي يقول لك لا ده مكتوب لو كان ده كله لا 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 ممكن المشهد يتغير فعلا وممكن نعيده مره واثنين وثلاثه ده في حد ذاته حاجه جميله جدا في ممثلين يقول لك لا مش هعيده ثاني او مثلا لا مش هغير حاجات او الكلام ده كله لا بيومي فؤاد جميل جدا في اللوكيشن وبنعيد مره واثنين وثلاثه حبيبي وحسب الحاجات اللي هي تبقى لازم تبقى طالعه اي وان وطالعه مش مبتذله وطالعه الكوميديا واصله من القلب للقلب دي حقيقة طبعا ده بحد ذاته ما وانت كمان يا محمد الحقيقه وانت كمان هي في الشغل لا بعتبر ان هي مرونه جميله جدا او مرونه في التعامل مع الممثلين او مع حتى الكاميرا بتبقى. استاذ بيومي لو ما كانش ممثل كان يبقى ايه؟ شهبندر. لا هو ايه موضوع الشهبندر؟ انا مش فاهمه قوي يعني ثروت بتطلع عليا اسم انا بحبه جدا شهبندر تجار الكوميديا وبنقعد مع بعض على طول يقول لي اخبار الافيهات ايه يا شهبندر يا حبيبي فاقول له المراكب جايه في السكه والكلام ده عليه بيتاجر والمراكب في الطريق المراكب في الطريق والكلام ده هو اللي طلع عليا ديت ومن الالقاب اللي انا بحبها قوي 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 يعني بدأت تنتشر في الوسط يعني. استاذنا حبيبي يا ثروت
بنشكرك جدا يا محمد، شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك، شكرا حبيب. كل سنه وانت طيب. ايه تاني؟ هتتابع الدوري خلاص طبعا. رايك ايه فايلر مع اللعيبه؟ حسيت بالفرق ازاي؟ واو، راجل بيفهم. انا شايف ان المدرب الكويس هو المدرب اللي يعرف يغير سير المباراه اثناء ما بتتلعب. وده كان عظمه مالو الجوزين وبعده حسام البدري بصراحه. في مدربين يحطوا خطه واو بس ما يعرفوش يطبقوا. لا تطبق. الفرقه اللي قصاده ضربت له الخطه دي. ايوه ازاي غير يعني. ازاي اغير؟ ازاي انقل هاني رمزي من مكانه ده احطه في المكان ده عشان الخطه بتاعتهم تضرب؟ ازاي اروح مره واحده بدل 4-4-2 يبقى 4-3-3 يعني الحاجات اللي بتتعمل يعني؟ ازاي يغير جوه الملعب في الخطه؟ انا ممكن احط خطه هايله انما انا اسف في التعبير اتهرشت اتعرفت. خلاص المدرب القصادي نزل فرقه تضرب لي الخطه بتاعتي، ازاي اغير؟ هو ده المدرب الشاطر وده المدرب فايلر بيعرف يعمل كده. يس. طيب كان في مشهد زي ما قلنا قبل فاصل باين او اتنين، المشاهد كتير قوي عملتها في خيانه عهد مهمه جدا، بس في مشهد من المشاهد دي بكى مصر كلها وعمل ملايين المشاهده، افتكر انك عرفته. ده مسلسل كان رائع، كان اكتر من رائع وحقق نسبه مشاهده عاليه جدا، مش في مصر بس، مش في مصر بس، في الكويت وفي الوطن العربي افتكر. يعني المشاهد اللي زي دي بتحتاج من حضرتك تركيز من نوع خاص، طقوس من نوع خاص، بتستعد لها ازاي المشاهد دي؟ احيانا كلمه واحده تاثر في الممثل وهو بيقرا المشهد. ممكن الكلمه دي ما تاثرش في غيره او كلمه غيرها تاثر في غيره زي ما يتقال. صح. في حاجات تاثر في الكلمه تبقى صعبه شويه تخلي الدموع تنزل لوحدها او الاحساس يحصل موضوع عامل كده يعني. الولد انا كنت رغم درجه القرابه اللي بيني وبينه انا حيالله جاره، بحب امه. نفسي اتجوزها ارتبط بيها يعني. فنانه يسرى. وعنده مشاكل ان هو مدمن وبيعمل مشاكل مع والدته كتير وحاجات كده، وانا ما كنتش بالنسبه له الشخص اللطيف عشان عنفته مره واثنين وثلاثه عشان الموضوع دوت. ففي مشهد كمان من المشاهد اللي بتعجبني انا شخصيا جدا واتبسطت منها لان انا ضفت عليها برضو. اللي ضفت عليها ضفت كان مشهد عليها. ايه المشهد اللي انا طلعت اكلمه على مساله ان ابويا اول مره في حياتي شربت سيجاره مع اصدقاء السوق والكلام ده. كنت مرعوب ان انا اروح لابويا فيشم ريحه بقي سجاير، فقالوا لي هات ورق شجر واعمل ايدك بيه وما اعرفش كله وحاجات بتاع. وناس تانية قالوا لي هات يستفندي وكل يستفندي كتير وبقشري يستفندي امسح ايدك والكلام ده. انا سمعتش كلامهم ورحت الكشك جبت البان كتير. فكلت البان، لما روحت خدت علقه من ابويا بقول له كده ابويا ضربني مش عشان انا شربت سجاير، ابويا ضربني عشان انا اكلت البان. الله. لان الراجل عندنا احنا صعيد الراجل عندنا ما يصحش ياكل البان. ياكلش البان. خلاص؟ فقلت له انا بحبك يا ابني، بقول للولد يعني انا بحبك. بحبك زي ولادي بالظبط وبحبك اكتر من ولادي كمان لان انا شايف ان انت محتاجني اكتر من ولادي. ده حضرتك ضفته، ده ما كانش في السيناريو. ضفت بعض الكلام، الحدوته بتاعت ابويا. ايوه والسجاير والكلام ده وضربني بالقلم وانا مش عارف ايه. خلاص. وفي اخر المشهد قلت له لو شربت سيجاره يبقى قول لي عشان اجيب لك لبان. وحضرنا بعض ووسط بعض وحاجات كده. كان بس بيفرش للحاله اللي ما بيني وما بين الواد عشان لما يحصل مشهد موته. خلاص. ده كان استقصى. طب انت اكثر تقصد اللي احنا شفناه، يبقى اللي احنا شفناه ده دلوقتي. بالظبط. بس انا شايف حضرتك كمان اول ما جت اللقطه انت يعني حسيت ان انت اتاثرت وريت اتحول. يعني بتفتكر طبعا ببعد عنها طبعا. بتفتكر الشعور طبعًا اللي جالك ساعتها؟ طبعا. يعني بتوصل للدرجه دي ان انت عملت حاجه وبعدين لما بتتفرج عليها بيوصلك نفس الشعور اللي انت شعرت بيه وانت بتعمل
فعلا. فأقل من دقيقة كابتن هاني بنخش في الحالة، فأقل من دقيقة بالظبط. عايز اقول لك ان احنا بنعمل مشهد فيه حوالي 500 بني ادم بيعمل حاجات. ايوه طب انا ما بخشش الاوضه اولع سيجاره واجيب فنجان قهوه واعمل كده في ممثلين كتير جدا منهم الفنان الكبير احمد زكي بيسمع انه لو حد عدى من قدامه بيهيج جدا لدرجه التركيز دي. قد ايه تركيزه عظيم، قد ايه حالته كذا. فنان عمل السادات وعمل عبد الناصر وعمل عبد الحليم والثلاثة مش شبه بعض والثلاثة واقنعنا في الثلاثة زي ما بيتقال يعني. فالتركيز في الكوميدي كده مكي وهو بيصور معانا لو حد مشي وقدامه بعيد عن 5-6 متر ممكن يوقف تصوير لانه خد عينه. ده بيبقى عامل هيستوري للشخصية بقى افتكر بقى بيفضل بيكتبها من A to Z الشخصية بالظبط. الناس اللي زي مكي وزي الفنان الكبير احمد زكي ربنا يرحمه يا رب. امين يا رب. انا بخش لاني زي ما بقول بطلع كلام لو مش مكتوب بكتبه يساعدني. يساعدك انت انك توصل احساس الحالة بدون ما اخرج ما اضيع وجهه نظر المؤلف خالص. ليه ما فكرتش تالف؟ انا مستغربه جدا. مش شاطر في البنى. ما اكتبش مسلسل بس اعرف اكتب مشهد. مش شاطر في البنى. ما جربتش ولا جربته؟ ما جربتش بس انا عندي احساس في ان انا مش هعرف ابني مسلسل. كان ملف عون اللي بيعمل المسلسل ده ان بيرجع يشوف الراجل خرج من هنا عشان يخش هنا عشان يعمل بتاع والخطوط متوازيه خلاص والحدث اللي هناك بتاع. لا الموضوع مش سهل. ما فكرتش تعمل كده حاجه؟ ما فكرتش اعمل كده. لا انا اعرف يعني مشهد حتى لو فيلم حتى لو فيلم مدته ساعتين حتى لو فيلم لانها مسؤوليه مؤلف يعني الموضوع مش سهل الحقيقه. يعني احنا مش هنسهل الموضوع عليهم ولا كلامنا بس انا اقدر اضيف مشهد اعدل المشهد بموافقته المؤلف ايا كان مين. تمام. لو انا وافقت ان انا امضي العمل دوت حتى لو المؤلف عنده 18 سنه خلاص بقى الاستاذ. ده مهم. حضرتك يعني الجزء بقى هنرجع تاني يعني طبعا مش عايزين نسيبك بصراحه ولا اعتقد جماهير والناس اللي بيشوفوا على الكاميرا مش عايزين الحديث يخلص معاك بجد. انا على المستوى الشخصي فرحان جدا حبيبي. جدا حبيبي. انك موجود معايا وموجود مع سهام وموجود في بيتك في البيت الكبير. فعايزين نعرف راي حضرتك ان شاء الله باذن الله في الرؤيه اللي جايه كلمه لجماهير النادي الاهلي ورؤيتك ان شاء الله لمنظومه النادي الاهلي كلها. قبل ما اقول دوت يا كابتن هاني انا عايز اقول حاجه بس للجمهور او للناس ان انا كان ليا الشرف ان انا ابقى موجود مع منتخب مصر في روسيا اي اثناء كاس العالم وكنت كمان في شهر 2 موجود في روسيا خليني في الفتره بتاع كاس العالم. فكان ليا الشرف ان انا ابقى جنب الكابتن هاني رمزي كابتن رضا عبد العال كابتن ابراهيم حسن كابتن مجدي عبد الغني وكتير قوي. انا رحت ما شفتكوش ما شاء الله.